عن الانجنييرنج مانجمنت وكلمنا عن اللي اوت بتاعه، قلنا شيل كلمه انجنييرنج وحط المجال بتاعك. لو هنا بروجكت يبقى بروجكت مانجمنت، كواليتي مانجمنت، سيفتي مانجمنت وهكذا. وقلنا الكور بتاعنا ان اي انجنييرنج مانجمنت انا براجع بسرعه عشان الناس اللي هم يعني ما بيتابعوش معانا قوي يعني، او اللي بيحضروا لاول مره. وقلنا اي انجنييرنج مانجمنت ان انا باختصار جدا بستخدم السيستم ثينكينج ابروتش، ان انا ببص للسيستم بنظره شامله. فبالتالي بمر بخمس مراحل: ديفاين، بلاننج، اكسكيوشن، كنترول، امبروفمنت. اي عمليه هندسيه هتمر بالخمس مراحل دول، ممكن نغير التيرم بس هما برضو الخمس مراحل. اي انجينيرنج مانجمنت عشان نعمل خريطه الطريق ديفاين، ها، بلاننج، اكسكيوشن، كنترول، امبروفمنت. لو جبنا القصه بتاعتهم نرجع لسنه 50، نرجع لديمينج. ديمينج لما جه يطور الصناعه اليابانيه بدا يحط خريطه طريق بسيطه لخصها في سايكل اسمها بيديكا، بلان دو تشيك اكت. انت عندك مشكله كواليتي يبقى رقم واحد كواليتي بلان، ابدا نفذ، دو اعمل انسبكشن، اعمل تيستنج، تشيك قارن الاكشن بالبلان يعني اعمل كنترول، اكت خد بقى شوف الجاب وخد الكوركتيف اكشن. دي كانت في الخمسينيات في السيفتي والكواليتي وكل حاجه. جميع المناجيريال ستاندر واخده السايكل البسيطه دي، بلان دو تشيك اكت، وحطها لك خريطه الطريق تبقى طبقا لمجالك. يعني ايه الكلام دوت؟ لو انا مجالي في الكواليتي يبقى عندنا الايزو 9001 انترناشونال ستاندر فور كواليتي مانجمنت سيستم، بيوصف لك كده باسلوب معين ازاي تعمل بلان دو تشيك اكت. عندك سيفتي يبقى عاوز تعمل سيفتي مانجمنت سيستم. خدت بال حضرتك عندك الاسس بقى 18001 الامبريلا الكبيره منه هتقدر تعمل سيفتي مانجمنت سيستم بلان دو تشيك اكت. ده كان ايه؟ فكر ديمينج سنة 50، أنا برجع بسرعة عشان بس تربطوا معانا الكلام. جوران في 74 قال لك طب ما بدل ما أعمل بلان دو تشيك أكت بديل أي بروبلم، طب ما تيجي نتكلم على سيستم، نتكلم على مانجمنت، نتكلم يبقى قال لك خلاص تعالى إيه؟ بدل ما أقول بلان يبقى بلاننج، بدل دو اكسكيوشن، بدل تشيك يبقى كنترول، بدل اكت يبقى ايه؟ امبروفمنت. هتلاقي حضرتك فمن هنا من سنه 74 بدات ايه؟ بدا الفكر ان انا اي عمليه هندسيه لا ديفاين لان اكسكيوشن كنترول امبروفمنت. خدت بال حضرتك؟ غير في المسميات شويه طبقا لمجالك، ما عندناش مانع. ممكن احيانا بدل ما اقول ديزاين بدل ما اقول ديفاين اقول ديزاين. ماشي، هي نفس المعنى. لو انا رجعت للبروجكت مانجمنت بادي اوف نوليدج ما بيسماش ديفاين، انيشيشن، هي نفس المعنى. خدت بقى حضرتك؟ احنا دايما كانجينيرنج مانجمنت بنخاطب جميع التخصصات، بنهتم بالخطوط العريضه، بنهتم بالترمينولوجي اللي تمشي في جميع في جميع المجالات. امبروفنج مثلا هتلاقي البروجكت مانجمنت بادي اوف نوليدج عشان بنتكلم على بروجكت سماه كلوزنج، ايه اقفل المشروع بقى وشوف الدروس المستفاده عشان تستعد للفتره الايه؟ عشان نختلف. فهي السايكل ايه؟ ديفاين، بلاننج، اكسكيوشن، كنترول، امبروفمنت. دي خطوط عريضه. ابدا اعملها كاستمايز على مجالك، ده بقى بدايه الشغل الجد. خد السايكل دي، انت شغال في انهي مجال؟ شغال في مثلا، شوف انت شغال بروجكت. ايه العناصر بتاعت ديفاين؟ ايه العناصر بتاعت بلاننج؟ بتاعت اكسكيوشن؟ بتاعت كنترول؟ بتاعت امبروفمنت؟ يبقى بتعمل هنا رود ماب، بتعمل خريطه الطريق بتوصف المطلوب منك في سايكل هتعمله لاي مشروع. طبعا لو عندك ستاندر العمليه بقت سهله، لو ما عنديش ستاندر يبقى بضطر انا اخلق الايه؟ انشئ ايه؟
السايكل دي. خدت بال حضرتك؟ يبقى انا السايكل دي ايه؟ لاي عمل هندسي. زملاء كتير منكم مينتنس بالذات في الطيران وغيره، يبقى مينتنس، يبقى انا عاوز اوصف ايه؟ مينتنس مانجمنت سيستم. ايه الخطوط العريضه بتاعت اي مينتنس مانجمنت سيستم؟ يبقى رقم واحد ديفاين، ديفاين للايكويبمنت والماشين اللي هتعملها في صيانه، ديفاين لظروف العمل، ديفاين وهكذا. خدت بال حضرتك؟ ديفاين للستاندر اللي عندك، ديفاين للمانيوالز الموجوده عندك، ديفاين للمينتنس بروجرام المطلوبه لكل، وهكذا. ده ديفاين. بلاننج، ابدا بقى اعمل مينتنس بلاننج بالعناصر بتاعتك. خدت بالك؟ بعد كده اكسكيوشن، ابدا نفذ، اعمل مينتنس، اعمل ريجير. بعد كده اعمل كنترول. يعني ايه اهم حاجه في الكنترول عندنا؟ ازاي هتقارن الاكشوال مع البلان، وبالذات بكي برفورمانس انديكيتور. هنيجي الامبروفمنت بشكل عام في كذا ليفل للامبروفمنت. انا براجع بره، انا براجع بصراحه، اللي سجلوا جداد دول ظلموني. ايه بنيجي الامبروفمنت؟ يبقى في شورت تير، في ميديم تير، وفي لونج تير. خدت بال حضرتك؟ انا بعمل خطه تحسين. يبقى في حاجات اقدر اعملها في ايام، في حاجات اقدر اعملها في شهور، في حاجات محتاج لها سنين. خدت بالك؟ انت من ضمن خطه التحسين بتقول انا لازم في يوم من الايام افكر اغير المكان، يبقى كده تقعد سنه ولا سنتين، يبقى لونج تير. خدت بال حضرتك؟ وهكذا. يبقى كاستمايز دي على حسب الايه؟ وده هدف الكورس. ايه حضرتك؟ ايه المهارات الاداريه اللي لازم الزميل المهندس الفاضل يتعلمها عشان يحسن استغلال شغله، عشان يبقى مدير ناجح؟ فاول حاجه عندنا، من فضلك وصف لنا شغلك، وده اللي طلبناه منكم المره اللي فاتت. وخدنا على سبيل المثال، قلنا تعالى ايه نعملها بروجكت مانجمنت، وشرحناها مع بعض. انا دلوقتي في شركه، في شركه مشاريع، والاداره اللي بتشتغل بيها اداره مشاريع. يبقى اول خطوه في الاداره، انشئ لنفسك خارطه طريق يمشي عليها الجميع كعناصر بدون تفاصيل دلوقتي. تاني، تخيل كده حضرتك ربنا يكرمك كده وتبقى مدير عظيم، تبقى مدير مشاريع في المقاولين العرب. انت متخيل هتمسك اكتر ايه؟ هتمسك مئات المشاريع، عشرات المشاريع. دول بياخدوا اكتر من 800 مشروع في السنه، في اوراسكوم، في طلع، في اي حته. يبقى اول حاجه في الاداره عشان ابدا صح، اعرف السايكل بتاعتي، اعرف المهام بتاعتي ايه. يبقى ابدا احط خريطه الطريق لمين؟ للناس اللي هيشتغلوا معايا، للاداره بتاعتي. يبقى هاجي اقول له كده، خد بالك، واكيد ليا ريفرنس، عندي خبرتي. يبقى اقول له خد بالك بقى، انا كبروجكت عشان انشئ بروجكت مانجمنت سيستم، سيستم يعني ايه؟ يعني العلم اللي في الراس يبقى في الكراس. خد بالك من دي قوي. حضرتك موجود معانا، الشغل ماشي زي الفل. سافرت بره شهر شهرين، شغلك ماشي زي الفل. كلمة سيستم وضحناها قبل كده. تخيلوا احنا 20 واحد في الإدارة، وكلنا بنعمل استيميشن لحاجة معينة. لو في سيستم هنطلع الاستيميشن تقريبا متقارب، زائد أو ناقص حاجة طفيفة جدا. يعني إيه؟ أنا بعمل استيميشن لهذا المبنى، إيه اللي يقول لي إن في سيستم؟ العشرة اللي شغالين في نفس الإدارة، لو كل واحد مشي بنفس الخطوات هيقول المبنى ده هيتكلف مثلا 100 مليون. مش هينفع بقى واحد يقول 100 مليون، وواحد يقول 80 مليون، وواحد يقول 150 مليون. كده يبقى ايه؟ مفيش سيستم، مفيش خريطه طريق نمشي عليها. يبقى اللي احنا عاوزين نعمله، يبقى بدايه المناجيريال سكيلز للمهندس، ان هو من فضلك صمم لنا خريطه الطريق، اعمل لنا سيستم ديزاين للاداره بتاعتك. لو انت في ليفل اعلى، لجميع الادارات المعنيه، علم الناس يعملوا سيستم ديزاين. يبقى لو انا باخدها فور اكزامبل على البروجكت مانجمنت، يبقى اول حاجه ديزاين، اول حاجه ديفاين. ممكن حد ولا يمنع لو زميل يسميها ديزاين. ايه ديفاين هنا؟ ايه المشروع اللي مطلوب مني؟ تخيل، هو انا الخص لك على المعمل ده زي ما قلنا برضه قبل كده. انا ماسك هذه المعامل،
واخدها على المحارة بسلمها بهذا الشكل. يبقى رقم واحد ديفاين، ديفاين المجال اللي انا هشتغل فيه، ديفاين الستاندر اللي انا ابقى ريفيلي، سواء مانجيريال ستاندرد او تكنيكال ايه او تكنيكال ستاندرد. يبقى اول حاجه ديزاين، ديزاين الجوب المطلوبه، ديزاين الستاندرد لو عندي ستاندرد مش انا ملتزم بالستاندرد. ديفاين دي باختصار قوي ايه الحاجه اللي هتقول العقد شريطه المتعاقدين، خدت بالك ايه الحاجه اللي هتحاسب عليها. يبقى ديفاين هنا رقم واحد الجوب، انا عاوز اعمل ايه، معمل كمبيوتر مش عارف كذا كذا كذا، ايه السكوب اوف ورك، اديني المين سبيكس بتاعت المعمل، اديني الستاندر لو ليه ستاندر، خدت بال حضرتك. يبقى انا اول حاجه عملت ايه، ديفاين. في فوق ديفاين دي خدت بالك، وباكد تاني الزملاء اللي بياخدوا دبلومه البروجكت مانجمنت، لو هو ريفيل للبروجكت مانجمنت بادي اوف نوليدج مش هيقول ديفاين، هيقول انيشيشن. ما هي ديفاين، انيشيشن يعني ايه؟ ابدا جمع، صح كده، جهز استعد شوف ايه المطلوب منك. يبقى ادي اول حاجه بنشوفها في دول ديفاين. خلاص يبقى الديفاين هنا خلصنا اهو. العادي بيقول ايه؟ ركز معايا، عارف من فضلك. العادي بيقول ايه؟ يبقى ادي ديفاين، كل حاجه بيقولها العادي دي ديفاين. يبقى انا بقول للزميل من فضلك اعمل المام جيد بالمطلوب منك. نبدا الفيز اللي بعديها، هنعمل بلاننج. خد بقى يا عم وصف لنا بقى ازاي نحول الكلام العام ده بتاع العقد بتاع السكوب اوف ورك الى ايه حضرتك، الى بلانز. مش معقول اروح مخطط كده على طول، يبقى لازم الاول في داتا تتجمع، بدايه التخطيط، صح كده ولا لا؟ يبقى اول حاجه في البلاننج تعالى نجزء المشروع دوت للمين ايتم الورك بريك داون استراكشر. اجزاؤه ايه بقى؟ واحد يجزاؤه كومبوننت، واحد يجزاؤه ورك تايبس، واحد يجزاؤها فيز، واحد يجزاؤها. اكيد دي هتبقى سياسه ايه؟ شركتها. يعني انا لو المشاريع دي باخدها لمصم خلاص سهله قوي، يبقى ديزاين بروكيورمنت كونستراكشن. في كل مرحله من دول ميكانيكال ورك، الكتريكال ورك، وهكذا. لو انا واخد الكونستراكشن فقط هتيجي اهو اجزاها، يبقى ميكانيكال ورك الكتريكال ورك قدامي اهو، كل حاجه موجوده. متخيل؟ الميكانيكال في عندي الاتش فاك والاير كونديشن، خدت بالك؟ الالكتريكال في عندي اللايتنج سيستم، في عندي الباور، في عندي الوايرنج، في عندي الساوند سيستم، وهكذا. خدت بال حضرتك؟ تعالى الاي تي، في عندي السوفت وير والهارد وير والسيرفر، وهكذا. يبقى اول خطوه ايه؟ خدت بالك انا بوثق، انا بقول للي هيشتغل اللي اشتغل معايا، طبعا ده مش فكر واحد، ده فكر تيم، واكيد الناس دي عندها خبره، بس بنحط العلم اللي في الراس ده بنحطه في الكراس. بص احنا عاوزين نمشي كده، يعني انا مجموع ده كله كده اقدر اقول عليه البروجكت فايل. مش كل مشروع بالذات المشاريع اللي خلصت لازم يكون ليها فايل، يبقى هتلاقي فيه الحاجات دي كلها بشكل سيستماتيك. يبقى اول حاجه جهاز للمشروع للمين ايت. خلي بالك احنا واخدين البروجكت مانجمنت فور اكزامبل، وقلنا لحضرتك كل مجموعه في مجالها تبدا تتخيل الاستراكشر ده عندها تمشي ازاي. جزات الورك بريكداون ستراكشر. طيب عاوزين بقى مين مسؤول عن ايه، اللي هو الاورجنايزيشن ستراكشر. يبقى تاني حاجه اعمل لي ريسبونسابيلتي ماتريكس. يعني ايه ريسبونسابيلتي ماتريكس؟ انا عندي المين ايتمز اللي هتتعمل، وعندي الريسبونسبل انجينيرز اللي انا محددهم، قول لي مين مسؤول عن ايه؟ صح كده ولا لا؟ يبقى ريسبونسابيلتي ماتريكس. لو قلت عليها اورجنايزيشن ستراكشر برضه فيها ريسبونسابيلتي ماتريكس. يعني ايه ريسبونسابيلتي ماتريكس؟ مثلا انا بتكلم دلوقتي على الاتش باك، مسؤوليه مين؟ مسؤوليه مين في الاشراف والمتابعه؟ لو انا احتجت اتناقش، لو انا احتجت اعمل معاه نيجوشيشن، لو انا احتجت ريكوست فور انفورميشن، لو ابسط ما فيها يتابع. صح كده؟ يبقى في ريسبونسابيلتي ايه؟ ريسبونسابيلتي ماتريكس. باختصار جدا ريسبونسابيلتي ماتريكس، ادي المين ايتمز وليكن افقي او راسي، ادي المين ايتم، وادي الريسبونسبل مانجر او الريسبونسبل انجينيرز او الريسبونسبل بيبلز على حسب الليفل بتاعك، هتقول لي ده مسؤول عن كذا وده مسؤول عن كذا. ميزه الماتريكس ايه؟ مفيش ايتم ملوش مسؤول، ومفيش مسؤول ملوش ايه؟ ملوش مان. منهج حياه بسيط.
يبقى خلصنا ايه؟ وانا مختار البروجكت مانجمنت لان هو الحاله العامه لشغلنا كلنا. يعني انت الحاله الخاصه اللي عندك سواء كنت مينتنانس ولا غير ولا اوبريشن ولا برودكشن ولا سيرفيس، هتلاقي حاجات من دي كتير هتتكرر. فخدنا الحاله العامه. تالت حاجه يا سيدي، خلاص بقى كل مسؤول كده، ده انا منهجيه بحطها. ابدا بقى الميكانيكال، يا بتاع الميكانيكال يا باشمهندس عارف اعمل لنا بقى الاكتيفيتي ليست بتاعت الميكانيكال ورك، يا باشمهندس محمد اعمل لنا الاكتيفيتي ليست بتاعت الالكتريكال ورك. يبقى انا حولت الايتم الى ايه؟ الاكتيفيتيز. يبقى في منهجيه اهو، في منهجيه. يبقى ادي الاكتيفيتي ليست. طيب تعالى يا سيدي، قلت لنا عارف اتش باك، طب ايه الريسورس المطلوبه في الاتش باك؟ هياخد وقت قد ايه؟ مطلوب منه ريسورس قد ايه؟ هتقول لي الاتش باك هياخد 10 ايام، طب ايه الكروت اللي انت محتاجه؟ طب ايه الماتيريال الريسورس بقى اللي احنا لخصناه في ايه؟ مين فاكر؟ 5M، عشان ما تنساش بس. ايه ال 5M؟ ايه ال 5M؟ ماتيريال، ها؟ مان باور، ماشين، ميثود، مش لازم كل حاجه ليها ميثود في ستيتمنت، والماني فلوس. خدت بالك؟ هتحتاج مثلا تجيب اتش بقى، هتجيب اير كونديشن يونت، هتجيبها مواصفاته ايه وهتجيبه بكام؟ مش ده هتاخد فلوس في الاخر؟ طب الناس اللي هيركبوا مين هم؟ ايه مواصفاتهم؟ مش في اعمال محتاج كواليفايد ستاف؟ صح كده ولا لا؟ يبقى دخلنا فين؟ يبقى الاربعه دول انا جمعت الداتا الاصليه. يبقى جزأت السكوب اوف ورك الى ايه؟ الاكتيفيتيز. الى من ايتمز الاول او ورك بجرام ستراكشر، والايتم جزأته الى ايه؟ اكتيفيتيز. هاخد الداتا ديت باللغه بقى بتاعتنا، هنعمل لها بلاننج. ممكن واحد بيشتغل مانيوال بدماغه، ممكن واحد بيشتغل بالاكسل، واحد بيشتغل بالبروجيرا، على حسب السكيل بتاع ايه؟ بتاع المشروع. اول حاجه يعملها البلانر، هيعمل النتورك للحاجات دي للانشطه دي كلها. يعني ايه النتورك؟ السيكونس، ترتيب هيمشي ازاي؟ خدت بال حضرتك؟ يعني ايه مثلا؟ فوق السيلينج ده في داكتنج، ينفع السيلينج يبقى قبل الداكتنج؟ تخيل كده الكمبيوتر دوت اي سوفت وير وهارد وير، مين الاول؟ اكيد الهاردوير، يركب الهاردوير بعد كده ينزل ايه؟ يبقى لو انا خدت السوفت وير يبقى لازم يجي بعد مين؟ الهاردوير، البريديسيسور بتاعنا، الناس بقى بتوع البروجكت مانجمنت، وهناخدها برضه نبذه كده في البلاننج. خدت بال حضرتك؟ يبقى اول حاجه يعملها البلاننج ايه؟ قول لي اللوجيك دياجرام، قول لي العمليات ماشيه ازاي؟ مش كلنا هنشتغل في نفس الوقت. قول لي مين بعد مين ومين قبل مين؟ عشان يبقى في لوجيك. يبقى دي اول حاجه يعملها. تاني حاجه ابدا اديني بقى الاكتيفيتي بلان، الجانت شارت، التايم تيبل، السكادجول. يعني ايه مثلا؟ انت دلوقتي يا محمد مسؤول عن اللايتنج سيستم، قلت لي هياخد 10 ايام، هيبدا من يوم كام ليوم كام؟ واحد تاني مسؤول عن الاتش باك، قال لي مثلا هياخد 15 يوم، يبدا من يوم كام ليوم كام؟ يبقى احنا ايه ده اللي بنسميه الاكتيفيتي بلان، او بنسميه الجانت ايه؟ الجانت شارت. بعد كده مش انت لكل نشاط محدد الريسورس بتاعته؟ اقل مستوى ريسورس البادجت، الكوست، لو انت جايب ناس اوت سورس، لو انت مالكش دخل بالتنفيذ يبقى كوست. يبقى انا عرفت كده الريسورس بتاعتي ايه خلال فتره المشروع، قلت لي المشروع ده هيتعمل في 3 شهور. يبقى لو جمعت الريسورس بتاعت كل نشاط في كل في خلال بقى فبقدر اجيب الريسورس بلان. ايه الريسورس بلان؟ الفايف ام بتوعنا. خدت بالك؟ ماتيريال بلان، ما وهكذا. يبقى جبنا الريسورس بلان. هنحول الريسورس الى كوست، الى ماني. صح كده؟ ايه الفرق ما بين الكوست والماني؟ ايه الفرق ما بين البادجت والكوست؟ طالما لسه بحلل واحسب اسمها كوست كوست، اسمها كوست اناليسيس كمان. او استيميشن. خدت عليها موافقه ليه؟ وارد تقلل، انت حسبت الكلام ده لقيته هتعمله ب 100,000، قال لك لا احنا هنعمله ايه؟ مش هقدر اوفر لك الا غير 60,000 70,000. طلبت فلوس بشكل معين، قال لك مش هقدر اوفرها الا غير بالشكل الفلاني. يبقى البادجت بلان الفاينل كوست الوكيشن اوفر تايم. واضح كده يا جماعه؟ يبقى خلصنا كده من البادجت. انا براجع تاني،
طيب يبقى انا عملت الاكتيفيتي بلان الاوتبوت اللي انا اعمله، عملت الريسورس بلان هو الانبوت بتاع المشروع، خدت بالك؟ حولت الكلام ده لفلوس عشان اعرف الكاش ان كاش اوت هيمشي ازاي، اعرف اخد مستخلصات ازاي على الاقل. بعد كده يا حضرتك الكلام ده لازم يتعمل بجوده مطلوبه، خدت بالك؟ الراجل هيصب خرسانه لازم في كواليتي، خدت بالك؟ الراجل هيلحم لازم في كواليتي. يبقى ايه الكواليتي بلان بتاعت المشروع؟ لازم يبقى عندك حاجه اسمها كواليتي بلان. طيب المشروع فيه مخاطر، يعني ايه في مخاطر؟ مثلا وهو بيدن كده، تخيل الراجل بيدن كده وارد ايه ومش ملتزم بدواعي السيفتي، ايه اللي يحصل؟ سكوت حاجات على وشه على جلده، يبلع حاجات، دي مواد سهل، واحد واقف فوق سقاله ممكن يقع، ومش عارف ايه ممكن ينفجر، خدت بالك؟ يبقى لازم السيفتي بلان. واحد واقف على سقاله ارتفاعها 50 متر ومش ملتزم بدواعي السيفتي، دي مسؤوليه المشرف بتاعه. طب المشرف بتاعه يلتزم بالتعليمات اللي جايه له، خدت بالك؟ يبقى لازم يبقى عندك في ايه سيفتي بلان. ليه انا مجمعهم كده؟ لو المشروع صغير قوي وبسيط وغير ومش خطير، يعني كتيره مثلا بيقف على حاجه ارتفاعها مترين 5 متر، السيفتي داخله مع الكواليتي. لو مشروع كبير بقى وفي مخاطر، لا لازم تفصل، يبقى الكواليتي حاجه والسيفتي حاجه. ايوه هتلاقيه. يبقى خلصنا كده من الكواليتي بلان والسيفتي بلان. خد بالك انت بتعمل خريطه طريق لكل الاحتمالات اللي هتلاقيها في المشروع. وارد يبقى مشروع صغير في حاجات تدمج، وارد مشروع كبير يبقى نمشي على الحاجات دي كلها. طيب اللي فات ده كله مبني على الارقام، مين قال ان تكلفه الماتيريال انا محتاج مثلا حديد واسمنت، محتاج ماتيريال، محتاج اكويبمنت، مين قال ان الاسعار دي هتفضل ثابته؟ انا حاطط زمن للمشروع، مين قال ان الزمن ده لسبب او لاخر ما يتغيرش؟ يبقى مهم قوي هنا ايه، لو داخل في مشروع كبير يبقى لازم يبقى عندك ريسك بلان. ريسك هنا ايه؟ جزئين، إيه؟ في فاينانشال ريسك. بص اي حاجه في المشروع فيها ريسك. قلنا قبل كده تعريف اي عمل هندسي او تعريف المشروع اللي هي المحاور او الكونسترين، اربع حاجات، مين فاكرهم؟ رجع ركز معايا محمد، انا براجع بس انا ما قلتش جديد لسه. ايه الاربع محاور بتوع اي مشروع؟ مين فاكر؟ سكوب اوف ورك، الكواليتي، السكادجول او التايم، والكوست. ما دول كلهم فيهم ريسك. سكوب اوف ورك وارد يتغير، الكواليتي وارد المشروع ما يطلعش بالكواليتي المطلوب، سكادجول وارد حاجه تتاخر تاثر على تاخير المشروع كله، الكوست وارد اسعار تتغير. انا عاوز اقنعك ان الريسك بلان مطلوبه. يعني ايه كده؟ لازم وانا بخطط كده ماذا افعل لو اسعار الحديد اتغيرت؟ مش هستنى ما تتغير. يبقى مهم قوي الريسك بلان، احنا بنحط خريطه الطريق، نقول للراجل بص ادي العناصر اللي تخليك تطلع المشروع بالجوده المطلوبه. خدت بال حضرتك؟ طيب لازم الراجل ده يتعامل مع ثقافه مختلفه. تخيل كده مشروع عملاق كده وعندك مش اقل من 10 سب كونتراكتور، ده انت عندك 10 ثقافات مختلفه. لا ده الناس بتوعك يا سيدي كم واحد؟ 50 واحد، عندك 50 ثقافه مختلفه. انت عاوز توثق البيانات، خدت بال حضرتك؟ عاوز الورك اوردر اما ينزل بشكل معين، اما ياخد فيدباك تاخده بشكل معين، يبقى لازم يبقى عندك ستاندر ايه؟ ستاندر تمبلت، ستاندر تمبلت لطبيعه العمل اللي انت هتعمله. في عندك ورك اوردر، في عندك حفر، يبقى ستاندر تمبلت لاي عمل حفر. عندك خرسانه بستاندر، مش كل مره هتبدا بالصفر، مش احنا لسه بنقول سيستم اهو. انت بتقول للراجل خد بالك لازم يبقى عندنا سيستم، وانا بعمل السيستم ده لازم ابقى مثالي، انجزت منه كام مفيش مشكله، ممكن انجزت منه 40% يبقى المره اللي بعديها 50 المره، بس انا ده اللي ايه، دي خريطه الطريق، الحلم الجميل اللي انا عاوز ايه احققه. طيب اخر عنصر يا اما احطه هنا يا اما ادخله مع الكنترول، بس اختياره هو في البلاننج، ازاي هقيم اداء مسبقه؟
تعالى اثبت لك ان هاو تو ميجر كي بيرفورمانس انديكيتور دي بلاننج. تخيل لو انت عامل عقد، العقد ده بلاننج، خلي بالك بلان لسه بتنفذ. تخيل لو انت عامل عقد وما اتفقتش مع الراجل هتقيس اداؤه ازاي؟ هنختلف. ابسط ما فيها هتدي له مستخلصاته ازاي؟ لو انت ما بتقش، لو انت ما قلتلوش هديك مستخلصاتك ازاي؟ ينفع كده اقول له هديك مستخلصات كل 3 شهور عشان هنجز ايه؟ يبقى انا لازم انجز، اقيس حجم انجاز. صح كده ولا لا؟ يبقى اختيار الكي بيرفورمانس انديكيتور ده بلاننج. تنفيذها يا باشمهندس حاتم ده كنترول. خدت بال حضرتك؟ تخيل كده المشروع دوت امتحان، ينفع طيب يخش امتحان ما يعرفش الدرجات بتاعته ماشيه ازاي؟ ما ينفعش. يبقى اخر حاجه هاو تو ميجر، ولا يمنع في حاجات ثانيه. ده انت احنا بنفكر مع بعض ايه خريطه الطريق اللي تتعمل. يبقى بص ايه، يبقى انا بقول له خد بقى اي مشروع عندك لازم الحاجات دي كلها تبقى موجوده ودوكيومنتد وموثقه. يبدا الراجل ينفذ، خلينا في الاكزكيوشن. الاكزكيوشن ينفذ ويحلل. يبقى اول حاجه نشوف الراجل هينفذ ازاي. يبقى الاكشن بيرفورمنس. تاني حاجه الريسورس اللي استهلكها. صح كده ولا لا؟ يعني ايه الريسورس اللي استهلكها؟ طلع كم متر خرسانه واستهلك قد ايه حديد واسمنت مثلا. مش انت الخرسانه اللي صبها دي ليها ريت؟ يعني ايه حضرتك ليها ريت مثلا؟ لو هي جريد 40، يعني 40 كيلو، السترينث بتاعها 400 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. يعني الكود هيقول له الاستاندر اللي ماشي عليه سواء كان الكود المصري او غيره، هيقول له لكل متر مكعب حط لنا 120 كيلو جرام حديد وحط لنا 100 كيلو جرام اسمنت لو هو هيصب الخرسانه عنده. لو هو هيصنع الخرسانه عنده. يعني مش هيجيبها جاهزه. خلينا في الحديد. لو احنا عرفنا الراجل ده عمل 100 متر مكعب خرسانه وفي المتر 120 كيلو جرام حديد، يبقى عرفنا ايه؟ يبقى عرفنا كميه الحديد المفروض ايه؟ المفروض يستخدمها. طب هو استخدم كام؟ هو ده الاناس. لسه ما عملناش كنترول. خدت بالك؟ وعليكم السلام. يبقى نعمل ريسورس اناليسيز. ايه الريسورس اللي عندنا؟ ال 5 ام بتوعنا، مش الماتيريال بس. الكريتيكال ريسورس. كريتيكال ماتيريال، كريتيكال ماشين، اكويبمنت، كريتيكال مان باور. خدت بال حضرتك؟ نحوله من كوست، يبقى الكوست اناليسيز. يبقى ده اللي هيتم ايه؟ مرحله الاكسكيوشن. يبقى الاكسكيوشن هنا بجانب تنفيذ ها؟ بنعمل ايه؟ اناليسيز للريسورس. هنديها له كده وخلاص؟ ينفع؟ ما ينفعش. مش الراجل هيروح يسحب من المخازن؟ مش لازم يسحب على قد اللي هيعمله؟ صح كده ولا لا؟ بس يجي الكنترول بقى. انا هنا عندي بلان زي بص خططا. اول خطه للاوت بوت، احنا قلنا كلمه بلان بشكل عام ايه قلناها في اول محاضره؟ بلان للاوت بوت اللي هي الاكتيفيتي او الشغل بلان، وبلان للانبوت اللي هي الريسورس. يبقى اي بلان هنا فيها شقين، فيها جوب بلان اللي هتتعمل، وفيها ريسورس ايه؟ وفيها ريسورس بلان. جوب بلان هنا يعني ايه؟ الاكتيفيتي بلان، الكواليتي بلان، السيفتي بلان، ده الجوب. مش انا عاوز الجوب بكواليتي بسيفتي؟ خدت بال حضرتك؟ يبقى لي في نفس الوقت عندي الانبوت ريسورس ماتيريال ماشين مان باور الميثود بتاع مدني نقول عليها ميثود اوف ستيتمنت، بتاع ميكانيكا يقول عليها بروسيس وهكذا. خدت بالك؟ النو هاو التوكيل في حاجات معينه تحتاج شوف انت شغلك. يبقى خلصنا ايه حضرتك من الاكزكيوشن؟ هندخل فين دلوقتي؟ الكنترول. هاخد الفيدباك ونجمعه على مستوى الادارات، مستوى التخصصات، الاعمال الميكانيكيه، الاعمال الكهربائيه، مش عارف اعمال الاي تي، الاعمال المدنيه. ويبص بقى على مستوى المشروع ككل ويعمل مقارنه. اي كنترول في الدنيا بقارن الاكشوال بايه؟ بالبلان. اي كنترول في الدنيا. اما اقول كوست كنترول، قارن الاكشوال كوست بالبلاند كوست، بالتارجت كوست. اما اقول كواليتي كنترول، قارن الاكشوال كواليتي اللي انت قستها في الانسبكشن بالبلاند بالكواليتي بلان اللي عندك وهكذا. ماتيريال كنترول، قارن الماتيريال اللي الراجل استهلكها بالماتيريال المخططه. يعني ايه الكلام ده؟
انا قلت له الماتيريال مخططه المتر مكعب ياخد 120 كيلو جرام حديد، والراجل عمل 100 متر مكعب، يبقى 120 في 100 يبقى 12000 كيلو جرام حديد، يبقى خد كام؟ 12 طن. طب هو استهلك كام؟ يبقى اقدر اعمل ايه؟ الكنترول بقى ايه اللي يفرق الكنترول عن اللي قبله؟ الكنترول لازم ابص بنظره شامله. ليه؟ لان لو بصيت للكوست بس ممكن الكوست يبقى على حساب الكواليتي، ممكن الكوست يبقى على حساب السيفتي، صح كده؟ لا، ممكن الكوست يبقى على حساب التايم. يعني ايه كده؟ لو شغلانه ب 100000 والراجل بيقول لك انا نفذتها ب 80000، اقول له لا استنى اطمئن الاول، من لغايه دلوقتي انت وفرت لي ايه؟ 20000، 20%. بس انا عاوز اتاكد ان التوفير ده رقم واحد مش على حساب الكميات. يعني ايه مش على حساب الكميات؟ سواء كميات الاوتبوت او كميات الانبوت. احنا متفقين ايه؟ 100 متر مكعب خرسانه مكعب عملت كام متر؟ تاني حاجه متفقين وليكن في الحديد 120 كيلو جرام لكل متر مكعب، حطيت في المتوسط كام؟ صح كده ولا لا؟ يبقى انا لازم ابص بنظره ايه؟ عايزين نقول لك هنا نظره شامله. يبقى انا كنترول يعني ببص الحاجه بمختلف الزوايا. ايه مختلف الزوايا؟ عارف الاربعه بتوعنا اللي هم يهموا الكلاينت زائد الكريتيكال ريسورس، والبعض كمان يقول لك كمان الريسك واعترف مخاطر ربنا ستر كانت ممكن تؤدي معايا الكارثه. يبقى ايه دلوقتي؟ امسك بقى اللي هم الكونسترين بتوع المشروع، يبقى السكوب اوف ورك، ها مدى الالتزام بالسكوب اوف ورك، البلان كان ايه والاكشوال كان ايه؟ يعني ايه كده؟ مش في تشينج اوردر؟ مش في موديفيكيشن اوردر؟ ده معناه ايه تشينج اوردر موديفيكيشن اوردر؟ يعني السكوب اوف ورك اتغير. امسك الكواليتي، خدت بالك؟ امسك التايم، امسك الكوست، امسك الكريتيكال ريسورس. يبقى الكنترول هنا كلمه كنترول ايه؟ تقييم شامل للتحكم في اداء المشروع. ادي معنى كلمه كنترول اللي كلنا نوصل. هيبقى يعمل كي بيرفورمانس انديكيتور، واكيد بقى هيطلع تقرير هنا ايه؟ بريودك هنا ريبورت على حسب نوع المشروع. ممكن يبقى تقرير شهر منصبي، ممكن يبقى كوارتر، ممكن يبقى انوال. مشروع مهم جدا ووقته ده ممكن يبقى ديلي. شوف بريودك وخلاص. اكيد انت هتحدد له ايه بقى الليفل بتاعه. في نفس الوقت بجانب النشاط ده كله اكيد هنعمل اوديتنج، يعني نعمل زيارات كده ونشوف ايه الوضع. هناخد الكنترول وندخل على ايه؟ الخطوه الاخيره اللي هي ايه؟ امبروفمنت. نرجع تاني. الزملاء بتوع البروجكت مانج بيسموها كلوزنج وبيسموا الديفاين انيشيشن. ما اختلفش. دي هي دي. خدت بالك؟ كلوزنج يعني ايه؟ لان هو بالنسبه له المشروع خلص. فهيقفل بقى الكلوز اوت ريبورت ويحط فيه الدروس المستفاده والتوصيات عشان يحسن فين؟ اما لو انتاجي مستمر يبقى امبروفمنت. يبقى الكلوزنج هنا حاله خاصه من الامبروفمنت. مفيش تعارض. خلاني بعمل ستريس بعد ما خلصت احد الزملاء بتوع البروجكت مانجمنت ايه هو يعني ايه؟ قال احنا عندنا، قلت له لا المره الجايه هنقول لك الفرق بقى. مفيش فرق. خدت بالك؟ يبقى عملنا ايه يا حضرتك؟ يبقى خدت ريكومنديشن من الكنترول يا باشمهندس حاتم، بدات بقى ايه؟ انظمها. مش كل الريكومنديشن هتتعمل في يوم وليله. خدت بال حضرتك؟ في حاجات عاوزه ايام تبقى شورت تيرم. في حاجات محتاجه شهور وميزانيه شويه يبقى ميديم تيرم. لا ده في حاجات عاوزه بقى تغيير بقى معدات ومش عارف ايه، انا عاوز اجيب معده مش عارف كرين 50 طن اجيبه ب 50 مليون جنيه ولا مش هقدر اجيبه في يوم وليله. مش هقدر. ده محتاج سنة اتنين عقبال ما الشركة تعمل حسابها. المهم بشكل عام هتعمل ايه؟ خد التوصيات، احنا هناخد التوصيات بتاعتك. بقول له كده، بقول له بص اخر خطوة عندنا ان احنا في نهاية كل مشروع يبقى عندنا ايه؟ توصيات. في نهاية كل فترة يبقى عندنا توصيات. في نهاية عمرة كل طيارة يبقى عندنا توصيات. التوصيات ديت هي هتبقى خطة تحسين للفترة اللي جاية وللنوع اللي جاي ده من الطيارات. احتاط بقى، اتعلم اكتر،
حسن اكتر. خدت بال حضرتك؟ عملت كده تبدا بقى ايه الفتره اللي بعديها، تبدا المشروع اللي بعد. يبقى انت عملت ايه دلوقتي؟ حطيت له خارطه الطريق. يبقى كلمه كواليتي مانجمنت سيستم المقصود ايه؟ ايه خارطه الطريق اللي هنمشي عليها، وخاصه لو الاعمال السايز كبير ومتنوعه والافراد كتير. اما لو انت بتقوم انت لو انت مكتب صغير قوي وانت المهندس الوحيد، ما كل ده في دماغك خلاص، محدش هيحاسبك، ده انت اللي هتحاسب نفسك. حتى لو مهندس واحد لو عملت ده يبقى كويس. يبقى اول خطوه في المانجيريال سكيلز ايه؟ السيستم بتاعك، ايه السيستم اللي احنا هنمشي عليه؟ ودي اللي وقفنا عندها كده المحاضره اللي فاتت، وطلبنا من حضراتكم كل مجال يبدا بقى ده بروجكت. بقى مهندس حاتم قال انا في عمارة الطيران، صح كده؟ فايه هيعمل لنا ايه؟ مينترنس مانجمنت سيستم او شوت داون مانجمنت سيستم. محمد قلت لي في كواليتي ولا انا فندم ديزاينر؟ ديزاين مانجمنت سيستم. اي عمل هندسي ايه في عمل هندسي مش محتاج الخمس خطوات دول؟ يبقى نرجع تاني جوران او غيره ما اقترح دول خريطه الطريق. هناخد دول كاستمايز على شغلنا. يعني مش كفايه قوي ان انا اقول ايه ديفاين بلاننج اكسكيوشن كنترول امبروفمنت، لا هنعمل فيهم ايه؟ وصف لي هتعمل ايه؟ يبقى ده الزمن ليا وايه؟ وليك. اديني على الاقل المينيمم ريكوايرمنتس مطلوب. تقول لي اي مشروع يعني انا كده اجي كده يا باشمهندس حاتم عمرة اتعملت عندك من قيمة مثلا سنة، لازم الاقي الفايل بتاعها في الحاجات دي كلها. لو انا ماشي بنفس الخطوات دي. طب عمرة جديدة يبقى الفايل الجديد بتاعها يبقى في الحاجات دي كلها. يبقى البداية ايه؟ ايه خارطة الطريق اللي اي مهندس فينا يمشي ايه؟ يمشي. ما عملتش خارطة هنبدأ نتحرك، لو ما عملناش لو ما اتفقناش نتحرك ازاي؟ مش هنوصل. هيبقى في اراء. خدت بال حضرتك؟ ونرجع تاني. السكيل كبر. شركتك بتاخد عشرات المشاريع. يبقى لو مفيش جايد لكل مدير مشروع، كل واحد شايف دماغه. في حد عمل بقى الاساينمنت؟ دي اول مرحله في المشروع اللي احنا بنعمله، خلي بالك. اتفقنا المره اللي فاتت نبدا بقى اول حاجه قول لنا ايه المجال اللي هتشتغل فيه، اوفر فيو كده عن شركتك انت ومجموعتك. قلنا كل خمسه سته مع بعض. اول حاجه عرف لنا نشاطك. تاني خطوه اعمل لنا بقى المانجمنت سيستم اللي انت مقتنع بيه. بعد كده هنكمل. دي اول خطوه، خطوه نمبر 1. بعد ايه؟ بعد الاوفر فيو، بعد الانترودكشن بتاع المشروع. ليه؟ ما اقدرش اعمل ده وانا مش عارف مجال شركتي. انا داخل على ما تقوليش انا شغال في كل المجالات، لا. ايه مجالي الاول؟ يبقى ادي الاوفر. طيب المجال ده مجال هندسي؟ حتى غير الهندسي يمشي كده، بس احنا خلينا في الهندسه. المجال دي عمليه هندسيه. طيب تعالى نعمل لها تراك، نعمل لها رود ماب. ديفاين؟ ايه المطلوب مننا في الديفاين؟ بلاننج، ايه اللي هنلزم نفسنا بيه في البلاننج؟ اكسكيوشن، ايه اللي هنعمله في الاكسكيوشن؟ ايه اللي هنعمله في الكنترول؟ ابسط ما فيها في الكنترول هنسال احنا ازاي؟ ايه البيانات اللي محتاجينها عشان نعمل كنترول؟ مش انت عاوز تقيس حاجات معينه ولا هتخلي كل واحد يقيس بطريقته؟ ها؟ قول لي بقى، رد عليا. طب ايه الانتكاء؟ مش لازم تقول له بقى؟ خدت بال حضرتك؟ لو ما قلتليش اقيس ازاي؟ يبقى انا ما يبقى نرجع ايه؟ لا يمنع كل ايتم من دول ما يبقاليش ستاندر تمبلت. لو انا بقى في سكيل ايه؟ في سكيل كبير. يعني ايه حضرتك؟ هيجي المهندس حاتم مش لكل حاجه يعمل لها سيفتي بلان، يقول لك لا ما انا عندي في ورك بيرمنت معمول فروم اي تو زد. او السيفتي بلان متجزئه مجموعه من الورك بيرمنتس. خدت بال حضرتك؟ يبقى كل ايه ده ممكن يتحول لستاندر تمبلت. تعالى ببساطه لك. واحد عمل جوب بقول له اديني فيدباك، ايه هيديك ايه؟ في واحد هيديني معلومه بسيطه، في واحد هيديني معلومه وسط،
في واحد يديني بيانات اكتر من اللازم، اديني عامل بيانات المشروع عشان نعمل ايه كنترول، اديك ايه؟ فهمتني؟ اللي هو الفيدباك. بعكس ايه بقى؟ هيجي باشمهندس محمد يقول لك لا استنى، احنا عاوزين نحسب ايه؟ عاوزين نحلل ايه؟ طب اللي عاوزين نحلله دوت محتاج داتا ايه؟ طب الداتا اللي محتاجينها ما تيجي نعملها ستاندر فورم. يبقى روح لمصطفى ولا خد يا مصطفى ايه؟ يوميا املا لي الفورم دي. في نهايه سطر العمليه في نهايه الشغل املا لي الفورم دي. خدت بال حضرتك؟ يبقى العمليه كده. زي المثال لو انا بشرحها لحضرتك كده، اديت لك مثال بسيط قلت ثلاث مرات انا فاكر. تخيل كده احد الانشطه عاوزين نجمع السي دي. فاكرين المثال ده؟ فقلنا ايه؟ الشخص العادي هيقول يا جماعه جمعوا السي دي. كل واحد هيجمع السي دي بطريقته. واحد يديني بيانات اقل من اللازم. واحد يديني بيانات اكتر من اللازم. صح كده؟ واحد يقول لك البيانات مش كامله وقد يكون عنده اكتر من اللي احنا عاوزينه. يقول لي امال ايه العلاج؟ ما تيجي نعمل خريطه الطريق يعني مع بعض، ايه الداتا اللي احنا عاوزينها في السي في؟ هتيجي يا مصطفى تاخدها وتروح عاملها ستاندر ايه؟ ستاندر تاني. خدوا يا جماعه منومنا دي، شوف بقى الوقت اللي اتوفر. هو ده السيستم اللي احنا عاوزينه. تقول له الراجل اديني الفيدباك، اديك ايه؟ اديني البيانات الماليه، عاوز ايه في البيانات الماليه؟ بالله عليك بص كده، كلنا مهندسين. تخيل كده بنقول يا جماعه ابعتوا لنا البيانات الماليه عشان نعمل كنترول، يبعت لك ايه؟ مفيش اثنين مهندسين يتفقوا. اثبت لك التشيك ليست اللي احنا نعملها في عربيتنا، في العربيه تخيل كده، هناخد العربيه او اللي بنعمله منصري او ناخد العربيه نسافر بيها. صدقني ما في اتنين فينا يتفقوا مع بعض الا نعمل ايه؟ توكيل ستاندرد تمبلت. لا سيبك من التوكيل، احنا بنتكلم على الروتين اللي انت بتعمل ستاندرد تمبلت. من فضلكم يا جماعه كل واحد يطبق دي ودينا البيانات. هو ده السيستم اللي احنا بنعمله ده. بحب اقوله ببساطه، انا عاوز مش عاوز رقم واحد، مش عاوزين كل واحد يشتغل بطريقه مختلفه. رقم اثنين عاوزين العلم اللي في الراس يبقى في الكراس عشان نحسنه. طول ما العلم في دماغك مش هنحسنه، خد بالك. طول ما انت ما كتبتش التقرير اللي انت عاوزه مش هيتحسن. اكتبه يبقى درافت، بعد كده تفضل تحسن. ده اللي احنا بنعمله، ومستحيل ده هيجي في يوم وليله. ده انا بحلم يبقى عندي كده. لو دي مشاريع يبقى البروجكت فايلز، لو دي منتجات في شركه يبقى برودكت فايلز، لو دي صيانه مش عارف معدات كريتيكال طيارات وغيره يبقى المينتنس، يبقى الاكويبمنت مينتنس فايل او الشات داون مينتنس فايل او مانيوال، سميها زي ما تسميها. يبقى بدايه الشغل الصح فين؟ السيستم اللي انت ايه هتشتغل. نفتح بقى أسئلة بقى كده. أنا إيه عدت المحاضرة بالكامل عشان خاطركم. اسأل يا محمد. إحنا قلنا سعادتك أول خطوة في المانجيريال سكيلز هي عبارة عن إيه؟ أول خطوة. يعني إيه أول خطوة؟ سعادتك قلت من شوية أول خطوة في المانجيريال سكيلز، قلت مصطلح بس أنا ما خدتش بالي منه. أنا قلت مصطلحات كده، هو مش طالب مني معلومة محددة. لو هو كان كتب، أنا كان بكتب والله، بس لو كتب اول جمله اخر الجمله اني مصطلح. احنا قلنا مصطلحات كتيره جدا. طب ما ممكن، طيب اسال عارف كده وقول لي مصطلح اهو. ادي مثال ايه؟ لو احنا بنوثق مش هنختلف. اني مصطلح قولوا له يا جماعه اني مصطلح. معلش انا باخد محمد يعني برو يعني ايه كده ايه. انا عايز اثبت لك لازم الحاجه ايه، طالما الحاجه موثقه بتتحسن. فلتت مني ما توثقتش. يعني ايه مثلا؟ انا عاوز اشوف معدل، انا عاوز الراجل بيشتغل عشوائي دلوقتي وعامل لنفسي، عاوز اعمل لنفسي ستاندرد داتا. طول ما انا ما جمعتش معدلات الراجل اللي بيدهن مش هيعرف هيعمل كام متر في الساعه.
عشان اعرف عشان اعمل له ستاندر ايه لازم الكلام ده يخلص. لازم اقول له اديني فيدباك، اخد ايه الفيدباك، ايه بقى السؤال بتاعك. مش عارف بس ساعتك اول يعني الخطوات بتاعت المانجر سكيلز يعني كام خطوه برضه؟ السؤال مش فاهم. رغم ان انا فاهم وعاوز ايه بس انا هتعمد خليني انا مش عارف وعاوز ايه عشان يعمل برين ستورمينج عشان نعصر. اول خطوه انك تمشي تشيل السيستم. اول خطوه اول بدايه تخيل كده حضرتك انت هتيجي تمسك ايه وليكن بروجكت مانجر او بروجكت انجينير. اول حاجه احنا نعمل تبقى لحضرتك شركة عاوزة كواليتي مانجر كواليتي انجينير. اول حاجة يقول لك انا هتعمل لنا ايه، يبقى لازم يكون في دماغك السيستم. يبقى اول حاجة الرود ماب بتاعة السيستم ديزاين اللي هو ده مانجمنت سيستم ديزاين. دي اول خطوة في اي مدير ناجح اي مهندس ناجح. ليه؟ دي اللي هقدر اعرف ايه اللي جاء برضه. بقول لك دي مش مثالية، دي من وجهه نظر عاديه جمعه. لا يمنع بقى المشاريع تكبر قوي، لا ارجع بقى للبروجكت مانجمنت بادي اوف نوليدج مقسمها لتين اريا، انتجريشن مانجمنت، بروجكت انتجريشن مانجمنت، بروجكت سكوب مانجمنت، بروجكت تايم. ما ايه ده كل حته خدها ايه مديول. دي كده شغلنا احنا. السكيل كيبل بقى سيستم انترناشونال. لا ده مش كفايه. خدت بال حضرتك؟ يبقى اول حاجه ايه؟ بدايه شغلنا، وده ملخص الجزء الاولاني، انك من فضلك المانجمنت سيستم اوت لاين اللي انت ايه سميه اوت لاين، سميه رود ماب، سميه سيستم. السيستم اللي انت شغال بس ايه اللي هنعمله بعد كده؟ في دور السيستم اللي انت هتشتغل بيه خد لي بقى العناصر ديت واعملها لي مور ديتيلز. تمام كده؟ مين عنده سؤال تاني؟ الامور واضحه؟ طيب مين عمل الاساينمنت وبدا يشتغل في المشروع؟ كده معناه متاخرين، خلي بالكم. المره الجايه هنسمعكم. كل مشروع هيطلع ايه؟ يبدا المشروع بدا متزنق. منه اساينمنت ومنه ايه؟ البروجكت. يبقى ايه المطلوب دلوقتي؟ الجروب قلنا الجروب كام؟ ست. خمسه ست. ليه اخترنا سته؟ ها؟ كل واحد ياخد. ليه اخترنا سته؟ اما كلامك مظبوط، ليه اخترنا سته؟ يا ريت حتى اللي ما بيحضرش يا جماعه يسمع الفيديوز. ديمينج سنة 1950 قلناها. قال لك أي فوكس جروب، أي برين ستورمينج عددهم مين فاكر؟ 9 بلس ومينس 3. أهو مصطفى قال أهو 9 بلس ومينس 3. ما تقلش عن 6 وما تزيدش عن كام؟ عن 12. 9 زائد أو ناقص 3. ما تقلش عن 6 وما تزيدش عن 12. ده أي بروبلم. فإحنا بنقول 5 6. طبيعة شغلك بقى توب سيكريت ومش عارف ايه ومش عاوز زميلك يشوفه، خلاص ربنا يعينك اشتغل لوحدك، بس اكيد مش هيبقى بالكفاءة المطلوبة. يبقى جالت كل خمسة ستة مع بعض، يعني ايه مجموعة كده ايه قالت خلاص احنا خمسة ستة ومع بعض نشوف شركة من الشقة. الخمسة دول يشوفوا شركة من عندهم، يتفقوا على شركة من الشركات بتاعتهم. اتفقنا على الشركة وليكن ايه مثلا؟ مقاولين العرب مثلا. وليكن تشيبة تصنيع، المقاولين مشاريع. تشيبة تصنيع، المقاولين مشاريع. في تقارب فكر الهندسة، في تقارب بس في فرق. ده ايه؟ بينفذ مشروع. اما التاني بينفذ ماس ايه؟ ماس برودكشن. التاني كونتينوس بغض النظر ايه الليفل بتاعه. يبقى اكيد في حاجه تفرقهم عن بعض. طيب خلاص هنشتغل في توشيبا، مصنع ايه في توشيبا؟ مثلا قلت لي اتش باك اير كونديشن. تمام، هتشتغل على مستوى المصنع كله ولا هتاخد
ديبارتمنت في المصنع انت اللي عاوز. قلت لي لا ناخد ديبارتمنت. اني ديبارتمنت؟ قلت لي ناخد البرودكشن. يبقى اول خطوه ايه بعد ما تعرف بقى المنتجات اللي هنتجها؟ اقترح اعمل لنا البرودكشن مانجمنت. ايه مانجمنت؟ واحد تاني قال لك لا انا على مستوى المصنع كله يبقى بزنس. هيبقى صعب شويه بس خلاص طالما هي بنت. واحد قال هشتغل كواليتي. بص نرجع كده افتكر دي يعني. انت ساعه ما قلت لك اي مصنع تقريبا في الحاجات دي انت شغال فين منها. احنا هنا بنتدرب. خد حاجه خليها بايلوت سيستم. خليها بايلوت. خليها مودل انسر ليك. نعملها بجوده ولا اقتنعت بيها عاوز تنفذها نفذها بقى في شركتك. زود. يبقى خد اي اداره من دول في شركتك. سيبنا من الكلام الخيالي. باشمهندس حاتم الراجل مدير صيانه يبقى ياخد المينتنس مانجمنت سيستم. يبقى اول حاجه ايه؟ هيدينا اوفر فيو عن المعدات الكريتيكال اللي بيعملها صيانه وهي الطائرات. اوفر فيو عن شركته. بعد كده طيب لو انا هتبنى بقى مانجمنت سيستم رغم ان هم عندهم ستاندر. والله لو عنده ستاندر هيريحه يعمل الحاجات دي ازاي؟ يروح عامل الحاجات دي. دي هيبقى الزام لمين بقى؟ ها؟ العمر عنده زي بروجكت كده. الزام لكل بروجكت ايه؟ لكل بروجكت مانجر. ريسبونسبل. خد ادي خريطه الطريق بتاعتنا فروم اي تو زد. بعد كده دخلنا بقى في التفاصيل. واضحك كده يا جماعه؟ نشوفها المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. باشمهندسه مجال حضرتك ايه؟ كونستراكشن. ايوه كونستراكشن. يبقى ايه انهي مرحله في الكونستراكشن؟ العقود؟ لا البروجكت. البروجكت خلاص. انهي نوعيه من البروجكت؟ حتى انت بالك لازم نعرف الموضوع الاول ونروح متدنيين بقى ايه احنا نمشي ازاي. خلصنا حضرتك من دي هنبدا نخش في التفاصيل. ايه التفاصيل بقى؟ ندخل في تفاصيل الكلام ده. احنا في الكورس بندي الحاجه اللي تمشي مع الكل. اللي تمشي مع اي مجال هندسي. اكيد انت بقى تبقى سبيسيفيك اكتر في المجال بتاعك. يعني مثلا ده البروجكت مانجمنت ده في هنا كورسات. انا لوحدي بديه في كورسين. غير اللي بيدوه زمايلي. ده دي الخطوط العريضه. انت بتنشئ سيستم بس. هنبدا ناخد الحاجات المشتركه. يبقى بعد ما اعرف السيستم لو مفيش اسئله بقى خلاص مفيش اسئله متاكدين. المره الجايه انتوا اللي هتتكلموا خلي بالكم جدعان وما تجوش ها؟ ماشي؟ طيب ما انا عارف اصلا. يبقى نخش على الشابتر الثاني. كده الشابتر الاولاني خلص. اللي هو المانجمنت سيستم او الانجينيرنج مانجمنت سيستم. يبقى الشابتر الاولاني الانجينيرنج مانجمنت سيستم. ادي عرف لنا المانجمنت سيستم اللي حضرتك شغال فيه. او اللي هتشتغل فيه لو لسه طالب. لان معانا 2 3 3 ندخل بقى في الشابتر الثاني. سلايد كام عند حضرتك؟ لان انت في 19 20 تمام. يبقى انا السلايد اللي ضايفها حطيتها في الاخر كده تمام. ماشي؟ احنا هنتكلم على ايه دلوقتي؟ بص فاكر دي؟ فاكر دي حضرتك؟ ريسبونسابيلتي ماتريكس. شوف هناخد ايه دلوقتي؟ تجزئة المشروع على حسب نوع المشروع خلاص. هناخد الحاجات المشتركة بقى دلوقتي. ازاي ايه هو الاورجنايزيشن ستراكشر؟ مفيش عمل هندسي ملوش اورجنايزيشن ستراكشر. ملوش ريسبونسبل انجينيرز، ملوش ريسبونسبل مانجرز، ملوش ريسبونسبل ستاف. بنتكلم على المسؤولين، ما بنتكلمش على المين؟ الناس العادية. تعال نفكر كده مع بعض. خليني في المشروع دوت اخد انا كمثال دايما. او انا نوعية بس انا مش واخد المشروع ده بس. المشروع ده بيتكرر. تخيل كده انا واخد الاي سي فيها مثلا مش اقل من 20 المبنى ده كده الفلكي كل دور فيه بتاع 6 اوض بهذا الشكل
ستة في 8 ادوار في 8 ادوار قول في 5 ادوار تخيل بقى 30 حاجه زي دي. مش معقول هيمسكهم مهندس واحد، صح كده؟ يبقى اكيد ايه كل كذا واحد يمسكهم ايه، يبقى ايه الاورجانيزيشن ستراكشر اللي انا محتاجه؟ بص كده نرجع بقى كده سنه، محتاج ايه؟ ايه التوب مانجمنت؟ خد بالك بقى، خلينا على السكيل بتاع المشروع اللي انا بتكلم فيه ده، وقال بقى لو على المبنى كله اكبر بقى كمان على الشركه كلها. اي عمل هندسي عندنا في اربع ليفل، في توب مانجمنت، في ميدل مانجمنت، في اوبريشنال مانجمنت، وفي ايه؟ في ستاف. تمام؟ اي عمل هندسي يعني ايه دلوقتي؟ سواء بتبص على مستوى الشركه ككل او بتبص على التخصص بتاعك. في توب مانجمنت وليكن البروجكت مانجر، المشروع ده يبقى فيه هنا في بروجكت مانجر، يبقى ده بالنسبه للمشروع ايه؟ توب. يبقى انا محتاج بروجكت مانجر، صح كده؟ طيب ايه نوعيه الاعمال المطلوبه اللي احنا عملناها في الورك بلدر ستراكشر؟ في ميكانيكال ايه؟ ميكانيكال ورك، صح كده؟ يبقى محتاج ايه؟ لو المشروع كبير يبقى ميكانيكال مانجر، لو المشروع صغير يبقى ميكانيكال انجينير، هيشرف على حاجات ايه؟ ميكانيك. يبقى بص هنا حضرتك، بص هيبقى لها هنا البروجكت مانجر اللي هو التوب، رغم انه وارد المشروع ده جزء من مشروع والمشروع ده جزء من شركه، اي مشروع هيمشي كده. الاوبريشنال ليفل او التوب ليفل ممكن يبقى ليفل تاني لحاجه تانيه، خدت بالك؟ يعني يا حضرتك انت القائد بتاعنا، ممكن انت بقى عضو في تيم في مجموعه اعلى، خدت بالك؟ المهم يبقى عندنا ايه بقى الاورجنايزيشن ستراكشر اللي احنا عاوزينه بقى هنا؟ لو انا بعمل المشروع دوت، انا عاوز بروجكت مانجر، الراجل ده اللي يعمل انتجريشن، اللي يعمل يبقى فاسيليتيتور للمشروع كله، ينسق ما بين الناس كلها، صح كده ولا لا؟ طيب تحت منه ايه بقى؟ ايه المسؤوليات اللي انا عاوزها؟ في عندي اعمال ميكانيكيه، يبقى في عندي ميكانيكال انجينير وليكن الكتريكال انجينير، كونستراكشن انجينير، اي تي انجينير، شغلنا عاوز كواليتي يبقى كواليتي انجينير، شغلنا عاوز سيفتي يبقى سيفتي انجينير، لا المشروع عملاق يبقى بدل انجينير يبقى ايه؟ مانجر. يبقى مانجر. ايه الفرق يعني؟ ولا حاجه. تاني انا بتكلم على انشاء مدينه سكنيه، يا عم دي مش اعمال ميكانيكيه واحده، دي اعمال ميكانيكيه في 100 حته، يبقى مانجر وتحتيه انجينيرز. طب مشروع صغير قوي زينا هو انجينير خالص، واحنا هنجيب 30 مهندس، يبقى المهندسين اكتر من العمال، يبقى اللي بيتغير هنا ايه؟ السكيل. طيب تحت الميكانيكال اهو، قلنا ميكانيكال انجينير، خدت بال حضرتك؟ او خليها ميكانيكال، شوف انت ليدر، ممكن اكون محتاج بقى تخصصات بقى ان ديتيلز، لازم يبقى معاه واحد فاهم في الاير كونديشن الاتش باك، واحد فاهم في الدكتنج المجاري التهويه اللي هو فوق السقف، وهكذا. بتكلم على الاي تي انجينير، يبقى لازم واحد فاهم سوفت وير، واحد فاهم هارد وير. طب لو السكيل صغير قوي يبقى لازم واحد فاهم الاثنين، يبقى الفكر واحد، انت بتدمج لو السكيل ايه؟ سكيل صغير. يبقى ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. يبقى اي اورجنايزيشن ستراكشر لاي عمل هندسي غالبا هيبقى ليه اربع مستويات، توب ميدل اوبريشنال ده خلاص بقى، ها وستاف ده اللي هيشتغل بقى،
سكتش بس. اه لا 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 ده صوره صوره اللي موجود عندك دي. اه بالظبط. ما دي هي دي. يبقى اي عمل هندسي يا حضرتك اي عمل هندسي ايه؟ توب وميدل وفيرست لاين او اوبريشنال، بعد كده الستاف بقى اللي بقى تحت، ستاف للماركت، ستاف للفاينانشال، ستاف للاوبريشن، ستاف للهيومن ريسورس. وضحت يا جماعه؟ بص بص كده بتكلم على الماركت. بص فوق هنا بيمثلوا الماركت مانجر، تحت منه بقى على حسب نوع الماركت بتاعه بقى، الماركت انواع واريات و... تحت منه الستاف ايه بتاع الماركت اللي ايه اللي هيشتغل معايا مصطفى ولا لا؟ ايه كده؟ ممكن تكون مقسمه برودكت، ممكن تشوف انت مقسمه ازاي. يبقى تاني اهو، يبقى بعد ما عرفت الخطوط العريضه للمانجمنت سيستم اللي انا هشتغل فيه ودي هي بدايه النجاح، ابدا بقى من فضلك عرف لنا ايه الاورجنايزيشن ستراكشر. يبقى ده تاني مطلوبه، يقدر كده كل اتنين جنب بعض كده يتخيلوا اورجنايزيشن ستراكشر في مجال واحد يعني منهم؟ لا يا سيدي، اعملوا لنا اورجنايزيشن ستراكشر في خمس دقائق، لانك هتبقى ممكن تبقى اشرح هنا وانا اقفلهم هنا عشان بس تكنيكال مانجر وميكانيكال مانجر وكواليتي مانجر، وهنسميه هنا يا اما ماتيريال مانجر او سبلاي مانجر. تمام. هينزل من الالكتريكال مانجر الالكتريكال انجينيرز، والميكانيكال ميكانيكال انجينيرز، والكواليتي مانجر كواليتي انجينيرز. الليفل ده ممكن ما يكونش موجود في السبلاي مانجر. تمام. السؤال بقى هنا، ايه اللي يميز الاورجنايزيشن دوت وهو بيعمل له ستراكشر؟ خلي ايه في الاعتبار؟ في حاجه ميزته؟ او باسلوب تاني، هل ده اقدر اعمله على مصنع؟ لا اداره. لا هيتعمل على اداره صيانه. اداره صيانه. احنا عندنا اداره صيانه؟ ده اداره صيانه. متاكد؟ اه. لا هو ممكن على مصنع لان في ماتيريال برضه في حد مثلا على السبلاي. بس السيفتي هنا مش داخل في اداره الصيانه. ها؟ السيفتي هنا مش داخل في اداره الصيانه. ممكن اداره هندسيه. ادينا نفكر بس، ايه اللي لفت نظرك في الاستراكشر دوت؟ في قلت ما فيهوش اوبريشنال مانجمنت. خلاص ان المينتنس ما فيهاش. هو برضه اضفت مطمن الاربع ليفل اللي انا عاوزه، الاربع ليفل اللي هو فيه توب مانجمنت. طيب تعالوا نسال بقى المهندس حاتم، قول لنا حضرتك المجال. المجال المينتنس. المينتنس ليه؟ المينتنس ليه بالظبط؟ ايه الاكويبمنت اللي في دماغك؟ طيار؟ ممكن مثلا. يبقى الاستراكشر ده ينفع لايه؟ ينفع لبروجكت. طيب صح كده؟ هو هنا بيتكلم بص على مستوى عمرة الطيار، خد بالك على مستوى عمرة الطيار، هيبقى عندنا مينتنانس مانجر اللي هو زي المشروع كده، يبقى عندنا بروجكت ايه؟ بروجكت مانجر. يبقى الاورجنايزيشن ده اقدر اقول عليه كده بروجكت ستراكشر او بروسيس ستراكشر او برودكت ستراكشر، ثلاثه بنفس المعنى بالظبط. ليه بروسيس ستراكشر؟ خد عمرة الطيارة كمشروع وتخيل الأعمال اللي هنعملها فيها، البروسس اللي هتتم جوه العمرة. يبقى أول حاجة قال لنا إيه حضرتك؟ إلكتريكال إيه؟ مانجر. ده بروسس. ده بروسس هتتم على الطيارة. صح كده؟ بعد كده ميكانيكال، ده بروسس هتتم على الطيارة. تكلم على الالكتريكال ووركس، تكلم على الميكانيكال ووركس، خدتها بعد كده ايه حضرتك؟ ده الكواليتي انسبكشن اللي هتتم على الاعمال سواء قبل بيفور وديورنج وافتر.
يبقى نقدر نقول كده الاستراكشر ده ايه دلوقتي حضرتك؟ بروسيس او بروجكت ستراكشر. اتبسطت من مصطفى وهم بيعملوا الاستراكشر، قلت لهم كلمه، قلت لهم على اي مستوى؟ قال لهم كده على مستوى اورجانيزيشن ولا على مستوى بروجكت؟ مش قلت الكلمه دي ولا لا؟ يبقى ده كده على مستوى بروجكت. يبقى الاستراكشر متصمم على مستوى بيحاكي مشروع، بيحاكي الفيز بتاعت المشروع كبر او صغر. يبقى انا اما اعمل هنا، اما اعمل هنا استراكشر للمعمل ده، يبقى محتاج بوس، محتاج بروجكت مانجر اللي هو عنده سماها ايه؟ مينتنس مانجر، وتحت منه ميكانيكال، صح كده؟ لو ده المعمل ده يقول ميكانيكال انجينير. طب لو ماسكين بقى معامل الجامعه الامريكيه كلها بنعملها ات ذا سيم تايم، يبقى ميكانيكال مانجر، الكتريكال مانجر، وتحت منه انجينيرز هيتوزعوا على الايه؟ هيتوزعوا على المهام اللي احنا بنعملها. يبقى اللي يميز ده ايه حضرتك؟ ان هو بروسيس ستراكشر. مهما تتقال نظري مش هتحس بيها غير كده. شوكه مش واسعه. ناخد مثال تاني. مثال حضرتك بقى، كلمة حضرتك. فده نموذج. لا قول لهم الاول المجال بتاع حضرتك بالظبط، بتعمل ايه؟ انا شغال في الستوم، شركه كونتراكتور لمشروع مترو. مينلي السكوب بتاعي شغل التصميم لحد الاسبلت. تصميم مشاريع. تصميم مشاريع. خد بالك تصميم ايه؟ مشاريع. يبقى لو دمجنا ده مع باقي الاستراكشر برضه هيبقى بروجكت استراكشر او بروسيس استراكشر. تمام؟ نشوف بقى هيقول لنا ايه الجوانز احمد. اتفضل حضرتك. تصميم مشاريع والتخصص الدقيق. تمام. بشتغل في الكهرباء يعني. ففي الغالب بيبقى عندي ديزاين مانجر، بيبقى معايا في ريكويرمنت كونفيجريشن انجينير، ده مسؤول عن الكابتشر بتاع ريكويرمنت سكوب فور. بيوصف الاستراكشر، البروسيس اللي هتتم في الديزاين. لكل مشروع هيبقى ليه حاجات غير التاني، بعكس البرودكشن، بعكس الفاكشنال. البرودكشن شغال ايه؟ هي العربية، هي اللي طالعة، هي العربية. ما ينفعش تقول ايه؟ مسؤول عربية، لأن العربية بتتكرر. شغال ايه؟ مانيفاكشنال. شغال اوبريشن. اتفضل حضرتك. كمل بقى حضرتك. في انترفيس انجينير، ده بيتولد كوردينيشن ما بين اي ديبارتمنت تاني وبينقل الانفورميشن لبقيه التيم. في بروجكت انجينير بيبقى مسؤول عن ايكاليات الكي بيرفورمانس انديكيتور ريليتد للديليفربلز المفروض تتسلم. بعد كده ليدرز لكل بارت، على سبيل المثال لو فولتج ديزاين ليدر، ميديوم فولتج ديزاين ليدر. خد بالك من الليفل اللي خدها في المسميات. الاول قال مانجر، بعد كده قال ليدرز، بعد كده قال ايه؟ انجينيرز. في انجينير، صح كده؟ يبقى بكل دول ريسبونسبل، لان المشروع بتاعهم الصغير، مشروع كبير وسط وكبير. طب لو المشروع بقى زي ما قلنا ده بقى المعمل دوت، كان كفايه قوي هيقول ايه؟ من البدايه خالص ديزاين انجينير او ديزاين مانجر، تحت منه ايه؟ ميكانيكال ديزاين، الكتريكال ديزاين، وهكذا. شكرا بشمهندس احمد. تسلم. طيب مانيفاكتشرنج، المفروض ان انا سكشن هيد مينتننس. عندنا الدنيا ماشيه ازاي؟ عندنا في ريجنال تكنيكال مانجر، ده في دبي لثلاث مصانع في دبي وفي القاهره. تحتيه مينتننس مانجر لكل مصنع. هنا ده التوب مانجمنت، هنا الميدل مانجمنت. تحت المينتننس مانجر بتاع كل مصنع بيتقسم لثلاثة انجينير، اليوتيليتيز والميكانيكال والالكتريكال للثلاث مصانع. وبعد كده ده الاوبريشنال مانجر، كل الانجينيرز دول. بعد كده بيجي الجزء بتاع الستاف بتاع التكنيكال بتاع كل التكنيشن، سواء يوتيليتيز سواء الكتريكال سواء ميكانيكال. اللي يميز بقى الاستراكشر ده عن اللي قبله؟ مانيفاكتشر. قولوا. مش بنتكلم عن مكان واحد، بنتكلم على كذا مكان. تمام. كذا مصنع مثلا. ثلاث مصانع، صح كده؟ وتحت كل مصنع ثلاث اقسام،
تحت كل مصنع صح كده؟ ما خدهاش بروسس يبقى ده فانكشنال ستراكشر. خد بالك اي ستراكشر هيبقى اثنين وميكس ما بينهم. لا اما فانكشنال ستراكشر يعني ايه؟ تقول كده ديزاين ديبارتمنت يعني نظام ديبارتمنت يعني انا عندي ديزاين ديبارتمنت اكيد هنا مش محتاجين ديزاين ديبارتمنت عاوزين ديزاين انجينير. ديزاين ديبارتمنت كونستراكشن ديبارتمنت بروكيورمنت ديبارتمنت ماركت ديبارتمنت خدت بالك؟ دي كده فانكشنال مش مرتبطه بمشروع بعينه فيها تنوع. العمره بتاعت الطياره لا ده بتكلم على عمره محدده فيها سيكونس ده بروسيس ولا يمنع يبقى ميكسد ما بين الاثنين اللي بنقول عليها ماتريكس. يبقى ماتريكس ما بين الاوبريشنال مع الايه مع البروسيس. البروسيس البعض يقول عليه بروسيس ستراكشر والبعض يقول عليه بروجكت ستراكشر. بتوع المشاريع يقول لك على مثال مشروع الثاني بيقول لك على مستوى انا هعمل سفينه ما السفينه زي المشروع بالظبط هنشئ سفينه زي المشروع بالظبط عمره سفينه زي المشروع بالظبط. يبقى اي ستراكشر عندنا يا اما فانكشنال ستراكشر يعني تبقى للديبارتمنت تبقى للديبارتمنت مفيش تخصص لمنتج بعينه مفيش تخصص لبروسس معينه لسيكونس معين هيقوم بجوب ده بيور كده فانكشنال لي اوت تاني او ستراكشر تاني بروسس. يعني ايه بروسس؟ هياخد السيكونس بتاع البروسس في الاعتبار. يعني ايه كده ابسطها لك؟ انا واخد المشروع ده لم سم يبقى تحت البروجكت مانجر اول حاجه هعمل ديزاين يبقى ديزاين مانجر بعد كده نبدا نجيب احتياجاتنا يبقى بروكيورمنت مانجر بعد كده نبدا ننفذ يبقى كونستراكشن مانجر او انجينير على حسب الليفل بتاعك خدت بال حضرتك. بعد كده نعمل انسبكشن للمشروع يبقى كواليتي الاعاق خدت بال حضرتك. لازم بتاع السيفتي هيراجع كل كبيره وصغيره يبقى في سيفتي تلاحظ انها جت ايه؟ في بروسيس سيكونس. ولا يمنع الاستراكشر بتاعك ميكسد ما بين الاثنين. يعني ايه حضرتك؟ انا عندي الاستراكشر فاكشنال وجوه الفاكشنال يبقى فيه ايه؟ في بروسيس. تبقى لحضرتك اشكرك اتفضل. شكرا محمد. انا سينيور الكتريكال انجينير في اريبن سمنت احنا مصنع بيصنع اسمنت اسمنت وانا مغمض هيبقى ايه؟ هيبقى فانكشنال. ينفع كل شكارة اسمنت يبقى ليها مسؤولية او كل ما يبقى فانكشنال مش يبقى بروسس يبقى فانكشنال. هنشوف بقى هو هيعمله ازاي. التوب مانجمنت سي او فوق تحتيه شيف اوبريشن او يعني ده التيم بتاع الاوبريشن شيف اوبريشن اوفيسر تحتيه بلانت مانجر تحت البلانت مانجرز بقى بلانت مانجر تحتيه هنا البلانت هنا المصنع صح كده؟ بلانت المصنع صح ولا انا غلطان؟ طيب تحتيه ايه بقى؟ تحتيه كواليتي وكواري مانجر احنا عندنا واحد كواليتي ديبارتمنت هو كواليتي ديبارتمنت يعني اوسو تبقى كواليتي مانجر غير الكواليتي مانجر اللي كان في المشروع ده هنا كواليتي ديبارتمنت يار اوسو كواليتي مانجر هناك هيبقى فيه كواليتي مانجر يتابع عمل كواليتي في المشروع تبقى للسيكونس اللي احنا ايه اللي احنا عاوزينه وكل مشروع يختلف عن التاني صح كده؟ ايه تاني عند حضرتك؟ برودكشن مانجر برودكشن شباب برودكشن هتقال حضرتك طيب ما هيجي واحد يقول لنا ما الكونستراكشن ده برودكشن بس كل مشروع يتميز عن الاخر. اتفضل حضرتك كل مشروع غير التاني. كل مشروع يبقى ليه مسؤوليه غير التاني. وارد ايه؟ وارد اعمل اوفيس بيلدينج في القاهره واوفيس بيلدينج في السويس. يبقى بتاع القاهره هيبقى ليه كونستراكشن مانجر وبتاع السويس هيبقى ليه كونستراكشن رغم انها نفس الايه؟ نفس الشركه. ايه ما حضرتك كمل البرودكشن تحتيه جزء انرجي بتاع
بيبقى ليه حد لوحده بيشتغل فيه في كل حساباته والكالكوليشنز بتاعته. بعد كده في المينتنس مانجر. بتاعت المينتنس مانجر بقى بيبقى تحتيه الكتريكال مانجر والميكانيكال مانجر والسيفل مانجر. تمام. وكل واحد منهم تحتيه طبعا. اشكرك باشمهندس محمد. طيب في حد عايز ده يعتبر اللي هو التوب مانجمنت بتاع يعني بتاع الموضوع ده. تحتيه هيبقى فيه الفاينانشال. الشركه بتعمل مشاريع مختلفه؟ صح كده. بص انا هبدا افكر كده. الشركه بتعمل مشاريع مختلفه. كل مشروع هيبقى ليه مسؤوليه غير الثاني. يبقى على طول ده يبقى بروجكت استراكشر. خدت بالك الفرق اهو. الشركه بتعمل مشاريع مختلفه. شرط ثاني، كل مشروع يبقى ليه مسؤوليه غير الثاني. لا يمنع يبقى واحد مسؤول عن ثلاث اربع مشاريع، بس مش هيبقى مسؤول عن 400 مشروع. خدت بال حضرتك؟ يبقى هنا اصبح ايه؟ بروجكت استراكشر. طب شركة كبيرة وفيها إدارات بقى عملاقة، يبقى على مستوى الشركة فانكشنال استراكشر، على مستوى المشروع بروجكت استراكشر. لو دخل الاثنين في بعض يبقى ماتريكس استراكشر. هنشوف بقى هو عامل ايه دلوقتي. اتفضل. احنا البروجكت مانجر بيبقى تحتيه رؤساء الاقسام مينلي فاينانشال مانجر، تكنيكال اوفيس مانجر، ماتيريال مانجر، فاينانشال. ده هنا فاينانشال مانجر لمين؟ للبروجكت نفسه. للبروجكت. خدت بالك؟ هو جاي منين؟ من اداره الفاينانشال. بالظبط. يبقى اداره الفاينانشال فانكشنال. متوزعه تخصصات على مستوى المشاريع بقت بروسيس. يبقى وانا مغمض كده دي ماتريكس. عموما في البروجكتس المشاريع الكبيره بيبقى فيه. بعكس ايه بقى؟ لو انا المشروع بتاعي ده انا بنتج اجهزه تكييف. هو جهاز تكييف بس. هو جهاز تكييف صح كده؟ هو جهاز تكييف يبقى هو فانكشنال. واضح كده يا جماعه؟ يبقى وارد يبقى بروسيس فقط، وارد يبقى فانكشنال فقط، وارد يبقى ميكس ما بين الاثنين اللي احنا بنقول عليها ماتريكس. ماتريكس يعني ايه؟ دي مع دي. دي مع دي. بعد بذاته بلس بيبقى في سبورت من الهيد اوفيس. تمام. سبورت من الادارات للمشاريع. انا اللي في ادارات زي الهيومن ريسورسز بيبقى فيها للمشاريع بتبقى يعني دي سبورت. تمام. كمل حضرتك. السيفتي مانجر، الميكانيكال مانجر، كيو سي مانجر، الكتريكال مانجر، والستور مانجر. تمام. تحت الليفل ده يبقى في تيم ليدرز بتاع كل ديبارتمنت. تمام. على حسب يعني على حسب الاحتياج بتاع المشروع طبعا بيتبني. بتعددوا 2 3 1 تمام. مفيش اي تسهيل انجل بس على المشروع تمام. جالك عملت له الكواليتي مانجمنت. احنا بنرتب فكر مع بعض بنتبادل خبره. خدت بالك؟ ولا يمنع تعدل لي واعدل لك. شركتك مش مثاليه ولا شركتي مثاليه، ولا انا مثالي ولا انت مثالي. احنا بالمناقشه مع بعض بنقول ايه الحاجه اللي يعني لحد ما تبقى كويس. يبقى اول حاجه عملت ايه؟ ها؟ وصفت المانجمنت سيستم طبقا لمجالي. ثاني حاجه عملت الاورجنايزيشن استراكشر اللي هيدير هذا السيستم. ودي الماتريكس اللي انا بقول لك عليها موجوده عندك صور كتبتها لك كلام. يبقى ايه هنا؟ ايه الفانكشنال هنا؟ بقول بص Design Department, Procurement Department, Production Department, Financial Department. طب ايه البروسيس؟ ان انا لا ده انا المشروع محتاج ديزاين انجينير او محتاج محتاج ديزاين انجينير. اهو تاني اهو انا على مستوى ايه؟ مستوى التصنيع اهو دلوقتي او الشركه اهو دلوقتي. انا عندي هنا توب مانجر. ما اسموش بروجكت مانجر لان ده على مستوى المقاولين العرب اهو. ده على مستوى اريا معينه فوق راسهم. يبقى عندي هنا توب مانجر. تحت منه ايه؟ ديزاين ديبارتمنت يرأسها ديزاين مانجر. ها؟ بروكيورمنت ديبارتمنت يرأسها بروكيورمنت مانجر. برودكشن ديبارتمنت يرأسه برودكشن مانجر. فاينانشال ديبارتمنت يرأسه فاينانشال مانجر. بس لغايه دلوقتي ده التصنيع. طب لو دخل عليه بقى لا اما برودكت اللي هو المنتجات العملاقه السفن الطياره مش عارف العمره بتاعت الطياره، يبقى انا في دور الديبارتمنت ده هتيجي الطياره بس يبقى في تيم متخصص.
هو المسؤول عن الطياره from A to Z. لو انت بتتكلم على التيم ده فقط يبقى بروسيس او بروجكت. الاثنين مع بعض يا باشمهندس حاتم بقى ميكسد. خدت بالك؟ يبقى هنا يعتمد على ايه؟ الليفل الاداري اللي حضرتك فيه. تمام؟ يبقى انا اهو دلوقتي لحضرتك اهو، انا دلوقتي وليكن شركه صغيره مويل عرب في قريه معينه في مجال معين في مشاريع الكونستراكشن. خدت بالك؟ اهو يبقى انا عندي توب مانجر، تحت منه ديزاين ديبارتمنت، تحت منه بروكيورمنت، تحت منه برودكشن، تحت منه فاينانشال. طب انا عاوز اتنقل دلوقتي لمشروع معين قصاد التوب مانجر، هيبقى في هناك بروجكت ايه؟ بروجكت مانجر. وقصاد الديزاين ديبارتمنت هخصص ديزاين انجينير او ديزاين ليدر. الديزاين هيبقى بعديه ايه؟ السيكونس بتاعي هي مشروع ديزاين بروكيورمنت كونستراكشن. ديزاين بروكيورمنت كونستراكشن. صح كده؟ لا، بعد كده فاينانشال بقى يقول لنا التكاليف. خدت بالك؟ او يبقى البروسيس ان انا هعمل بروجكت ستراكشر بهذا الاتجاه. وضحت كده يا جماعه؟ لو انت السيستم ده عندك بهذا الشكل يبقى ميكسد. البعض يقول عليه ميكسد والبعض يقول عليه ماتريكس. تمام؟ اعمله زي ما تعمله مش هنختلف، كل ده مجرد بس بعرفك الفرق ما بين الايه؟ الاستراكشر. ايه اللي مطلوب للي انت عامله دوت؟ يبقى دي الخطوه الثالثه. من غير كده كلمه اورجانيزيشن ستراكشر كبيره. من غير كده في الواقع ده اورجانيزيشن تري. شجره الايه؟ شجره المسؤولين. مش الاستراكشر كامل. بياناته مش كامله. يبقى أول حاجة ركز بقى هنا تفكر فيها بقى هنجيبها المرة الجاية. هتاخد كل أول حاجة تقول لنا اللي أنت عامله دوت لأن سكوب أوف ورك. يبقى أول حاجة عرفنا السكوب أوف ورك. تاني حاجة ما زلنا ده اللي أنت عاملينه أهو. تاني حاجة إيه الأورجنايزيشن ستراكشر اللي أنت مقترحه أو اللي موجود. يبقى دي خلاص الاتنين دول خلصوا. عشان ادير دي صح بقى الخطوه ديت في شويه داتا لازم نستكملها بقى. رقم ثلاثة جوب ديسكريبشن. انت يا جماعه بتتكلم على المسؤول. ما بتتكلمش على ده الموظف لازم يبقى ليه جوب ديسكريبشن، فما بالك بالمسؤول. ما فيش مسؤول مالوش جوب ديسكريبشن حتى لو كان صغير. المفروض ما فيش مسؤول يتعين في الشركه الا غير قبل ما يتعين يعرف الجوب ديسكريبشن بتاعها. انت اهل بعض الشركات بتعمل كده. يعني هو بيعلن عن الوظيفه اقول لك ايه الجوب ديسكريبشن اللي انا عاوزه. عشان ما يضيعش وقتي ووقته يعني. يجي لي على قد ما انا ايه؟ ما قد انا عاوز. كل ده هتلاقي له ليه تمبلت في الماتيريال خلي بالك، يا اما في الشابتر يا اما بعد كده. يبقى انا ايه دلوقتي؟ لكل ليفل من اللي عندي اهو، تعالى بقى هنا اهو، لكل ليفل هاخد مين مثلا؟ انت قلت لي سيفتي انجينير اهو، سيفتي انجينير. تعالى بقى ايه الجوب ديسكريبشن بتاع السيفتي انجينير؟ بس خلي بالك دلوقتي بنعملها درافت. هنتفق مع بعض المحاضره الجايه، لا ده ليها مينيمم ريكوايرمنتس. مش درافت. دلوقتي كده ايه؟ يعني نتفق على الخطوط العريضة زي ما بنقول. يقول لك لا ده لازم الجوب ديسكريبشن ليها إيليمنت مش كلمتين وبس. لأن الجوب ديسكريبشن دي محاسبة، دي مسؤولية، الراجل هيتحاسب. اللي مضيع مشاريع كتيرة عندنا إن مفيش ريسبيلتي، كله داخل في بعض، ده يرمي على ده وده يرمي على ده وده يرمي، مفيش حاجة واضحة إلا بعض الشركات، في شركات ناجحة طبعًا. يبقى أول حاجة نعملها إيه؟ جوب ديسكريبشن. تاني حاجة يبقى عندك إيه دلوقتي؟ هنا في جوب. في ضوء الجوب ديسكريبشن اعمل لي ريسبونسابيلتي ماتريكس. يعني إيه؟ ريسبونسابيلتي ماتريكس دي المسؤولية الواضحة. يعني ما ينفعش أقول كده
مهندس حاتم وعطيه جمعه مسؤولين عن كذا. لا، المهندس حاتم هو الريسبونسبل انجينير وعطيه جمعه تحت الامبريلا بتاعت. لازم يبقى في عندك مسؤول واحد. ازاي يا عم ده الاثنين في نفس الاقدميه؟ لا 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 لا، احنا عاوزين نسال، عاوزين ما في جديه، مش شرط يبقى في حاجه وحشه. لا يا جماعه، احنا عاوزين نحسن. يبقى في ليدر وتحت منه الناس بتوعه، تمام. يبقى اهو نرجع تاني، يبقى الاولاني ده واحد واثنين دي موجودين عندك خلاص، ديت اللي احنا عملناهم دلوقتي خلاص، دول مخلصوا. يبقى جالي مهندس حاتم قال ايه؟ انا امراض الطائرات مش عارف كذا بتاعت البترول، خلاص الاستراكشر بتاعنا بالشكل الفلاني، تمام. ناخد بقى كل ريسبونسبل اللي عنده كبر او سر. رقم واحد، صمم لنا جوب ديسكريبشن هنتفق عليها دلوقتي. رقم اثنين، اعمل لنا ريسبونسابيلتي ماتريكس، لو الوقت اسعفنا هنتفق عليها برضه. رقم ثلاثه، الانفورميشن فلو ماتريكس، يعني ايه؟ ايه الداتا اللي هي داخله؟ ايه الداتا؟ الداتا دي اكيد فورمولا، اكيد ستاندرد تمبلت. ايه المعلومات اللي داخله من عنده؟ وجايه له منين؟ وايه المعلومات اللي خارجه من عنده وجايه له من وراحها فين؟ وضحت؟ طبعا الثلاثه دي مستوى يتحسن بريسبونسابيلتي ماتريكس، يتحسن بانفورميشن فلو ماتريكس، يتحسن بستاندرد تمبلت، ده كونتينوس امبروفمنت. مش شرط يبقى عندي انا كل ده، ما انت واخد حته صغيره تفكر فيها. وضحت كده؟ تمام. انا حددت السكوب اوف ورك، المجال بتاعي، رحت عامل له الاورجنايزيشن ستراكشر بالليفل اللي يعجبك. خد الاورجنايزيشن ستراكشر بتاعك بتاع واحد من التيم اللي معاك، تعالوا نعمل له جوب ديسكريبشن. يا دكتور عطيه ما كانش عندي، ما فيش في الشركه، نعمل ايه؟ تصور، نتخيل هيبقى ازاي. عملنا الجوب ديسكريبشن. الجوب ديسكريبشن كلام عام. تعالى بقى الريسبونسابيلتي، نتحاسب بقى. نتحاسب. في ميتنج هنتناقش مع مين؟ في نيجوشيشن نتكلم مع مين؟ طالبين حاجات ايرجنت نتكلم مين؟ في اشراف وحاجه كريتيكال، مين المسؤول؟ بالك؟ يبقى ادي الريسبونسابيلتي ماتريكس. من غير كده ده مستوى حلو قوي. المستوى ده عاوزين احلى منه. خد لي بقى يا سيدي، انت بتتكلم مين؟ بتتكلم على الكواليتي انجينير، صح كده؟ او الكواليتي مانجر، او الكواليتي ديبارتمنت لو انت فانكشنال، صح كده ولا لا؟ قول لي ايه الداتا اللي خارجه من عندها؟ وراحه فين؟ وايه الداتا اللي جايه لها وجايه لها منين؟ ليه؟ اما نعرف ديت، مش عارف معنى. اما نعرف دي حضرتك، يبقى ايه حضرتك هنا؟ معلش انا ما استخدمتوش قبل كده، فايه؟ حضرتك الانفورميشن فلو ماتريكس. ادنى حاجه للانفورميشن فلو ماتريكس على مستوى الاداره اللي انت ماسكها. المعلومات اللي جايه لها وجايه لها منين؟ اعمل ماتريكس. ايه ماتريكس عارف؟ حط الاورجنايزيشن ستراكشر افقي وراسي. تاني ديزاين بروكيورمنت كونستراكشن، مثلا ديزاين بروكيورمنت كونستراكشن، كواليتي سيفتي، كواليتي سيفتي. هل الراجل البيانات اللي مطلعها هيقفل عليها؟ في بيانات هتبقى عنده خاصه بيه هو، يبقى هي في الكواليتي مع الكواليتي، يبقى خاصه بيه هو. في بيانات في السنه عندي، يبقى المينتنس مع المينتنس، يبقى البوكس ده بياناته اللي عنده هو. طيب اللي خارج كده، يبقى اللي خارج من عنده لجميع الادارات، بيدي ايه للفاينانشال؟ بيدي ايه للماتيريال؟ وليكن ممكن كده او كده اللي يعجبك. طب اللي نازل دوت، ده الانبوت جاي له ايه من الفاينانشال؟
جاي له ايه من الماتيريال؟ جاي له ايه؟ انفورميشن. انا بتكلم عن انفورميشن لان دي اللي بتتظبط بيها الستاندرد تمبلت بتاعت الاداره. اخر خطوه بقى حول لنا الانفورميشن دي لستاندرد ايه؟ ستاندرد تمبلت. انا دلوقتي بتاع الصيانه مش لازم يجي لي من السيفتي ديبارتمنت، يجي لي سيفتي بلان صح كده؟ يبقى انا كمينتنس ديبارتمنت جاي لي من السيفتي ديبارتمنت سيفتي بلان او سيفتي او اقول عليه ورك بيرمت اللي عجبك اهو، خدت بالك؟ طيب يبقى دي مرحله انا عرفت جاي لي ايه. ده تعرف مرحله كتانيه المعلومه دي هتيجي امتى؟ يمكن احنا مش هنوصل لهذا الليفل. تيجي امتى؟ لو ده مشروع لازم كل حاجه بتوقيت، فرق ما بين مشروع كريتيكال ومشروع بسيط. واضحك كده يا جماعه؟ يبقى دي العناصر مجموع دول مع بعض كده، ده اللي بنقول عليها الاورجنايزيشن ستراكشر، اسمه كده اورجنايزيشن ستراكشر سيستم. يبقى دي مكونات السيستم بتاع الاورجنايزيشن ستراكشر. ما لا يدرك كله لا يدرك كله، حط تصور بس ما تقوليش ايه، ما تدينيش الشجره وخلاص، ما ينفعش ما ينفعش. تعالى ناخد حاجه وليكن الجوب ديسكريبشن. يقدر حد يقول لي، يقدر حد يقول لي الجوب ديسكريبشن بتاعته العناصر بتاعتها ايه؟ لعلمك انت كلامك مش غلط، كلامك صح، بس احنا بنتكلم عن حاجه ايه؟ عاوزين يبقى عندنا سيستم، عاوزين يبقى عندنا معلومه متكامله. طبعا لو انا في شركه كبيره وانترناشونال تبقى كامله، وقد تكون اكتر من اللي احنا بنقولها. لو انا شركه صغيره ولسه بادئه لا هتبقى ناقصه. قولوا لنا كده لو هنعمل جوب ديسكريبشن، ها؟ ايه المكونات بتاعته؟ سيبك من الكلام اللي اتحط جوه. نفكر كده مع بعض. مين هياخد الجايزه؟ اول حاجه العناصر مش هتختلف حسب المجال. اللي هو السكشن. صح كده؟ المهندس احمد قال ايه؟ بنتكلم دلوقتي على الجوب ديسكريبشن. المهندس احمد قال ايه؟ الرولز بتاعته ايه؟ الرولز بتاعته ايه؟ الريبورتنج. الريبورت يمين هيراركي يمين فانكشنال. الريبورتنج. الكي بيرفورمانس انديكيتور اللي انا حاسبه عليه. الكي بيرفورمانس انديكيتورز. تفاصيل اكتر يعني، يمكن فيها ميكس شويه ما بين الريسبونسبيلتي. طيب. الريسبونسبيلتي تحديدا بقى المهام التاسكات اللي هيقوم بيها ايه بالظبط؟ التاسكات، التاسكس المطلوب كمان. كده قال لنا اربعه. صح كده؟ ايه ال ايه الناس اللي هينترفيس معاهم او يعني هيتعامل معاهم؟ وبرضه بتبقى مهمه شويه في بعض الوظائف. بعد كده هيشتغل اللوكيشن بتاع الشغل بتاعه فين؟ لوكيشن تمام. وفي جزء بقى هيشتغل كام ساعة في ال اللي هو الاوبريتنج كونديشن، اللي هو الاوبريتنج كونديشن. طبعا هيشتغل كام ساعة ديت قانون العمل اللي بيحكمها. ان 40 ساعة في الأسبوع بما فيه ساعة راحة يومية. يعني 40 ساعة في الأسبوع يعني أنت حضرتك تشتغل خمس أيام في 8 ساعات يبقى 40 ساعة، ده قانون العمل. 48 ساعة. 48 ساعة. 48 ساعة بقى أنت خدت كده ست أيام. 40 ساعة للعمل الشاقة. 40 ساعة كده لو أنت دخلت فيه إن ديتيلز. مش الأعمال الشاقة، الأعمال المتوسطة. الأعمال المكتبية 48 ساعة. خدت بال حضرتك؟ مش هنختلف. بقصد إيه؟ ساعات العمل مرتبطة على حسب طبيعة الايه؟ طبيعة المجال. تمام؟ بس في قانون بيحكمها. طيب ده كده وجهة نظر الباشمهندس أحمد أو ده اللي عندهم. باشمهندس حاتم، معلش أنا عامل عليك ستريس معلش. ها؟ إيه عناصر الجوب ديسكريبشن عند حضرتك؟ الأول هنفاين الجوب نفسها. تمام. يبقى ديفاين الجوب. انت دلوقتي عاوز مينتنانس انجينير او مينتنانس سينيور او مينتنانس مانجر. كواليفيكيشن. كواليفيكيشن تمام. كي بيرفورمانس انديكيتور.
رغم ان الكي بيرفورمانس انديكيتورز دي مسؤوليه السيستم مش مسؤوليته هو، لان السيستم هو ادرى بايه طبيعه الكي بيرفورمانس انديكيتور الخاصه بكل ديسيبلين وانها دايناميك. خد بالك احنا عندنا شابتر كامل اللي هيجي بعد ده بلاني، شابتر استراتيجيك دايركشن، شابتر بلاني، شابتر كنترول، شابتر هيومن ريسورس. هتقال حضرتك في شابتر الكنترول هنتكلم برضه الرولز الاساسيه كده ازاي تعمل كي بيرفورمانس انديكيتور على مستوى الاداره بتاعتك او السيستم. فتحديد الكي بيرفورمانس انديكيتور دي مسؤوليه مين؟ السيستم، لان السيستم هو الادرى بطبيعه شغله، لان هو مش عاوز بيرفورمانس انديكيتور، اللي عاوز ايه حضرتك؟ عاوز كي بيرفورمانس انديكيتور. ده انا على فلاش انا عاوز. طيب عاوزين زميل تاني يضيف لنا حاجه. ها بالنسبه للديسكريبشن هتكلم عن الكواليفيكيشنز، كواليفيكيشن هتكلم عن السكيلز، سكيلز ايوه، هتكلم عن الابيلتيز. طيب تعالوا نشوف بقى كده، ادي سي مثلا ان انا اداره صيانه، حطيت انا الاورجنايزيشن ستراكشر كيف بيرسونال مش هتختلف، مشروع حطيت الاورجنايزيشن ستراكشر. ابدا بقى حضرتك اعمل لنا ايه؟ جوب ديسكريبشن. خد بالك دي المينيمم ريكوايرمنتس لعمل جوب ديسكريبشن بجودة مطلوبة. تزيد ما تقلش. عاوز بقى كل اثنين ثلاثة مع بعض يسرحوا فيها كده. وأنا مديها لك على أمثلة أهو. اديتها لك على مينتنانس بلانر، واديتها لك على ديزاين مانجر، واديتها لك فاضية عشان تعمل المجال بتاعك. عاوز بقى كل اثنين جنب بعض كده يسرحوا. الاسود دي العناصر الاساسيه، ده المينيمم ريكويرمنتس. خلي بالك تعرف ده، دي اللي المفروض تعرفها قبل ما تتعين في الشركه العظيمه اللي انت رايحها دي، لان وارد حاجه معينه مش متلائمه معايا خالص. او اجهز نفسي فيها. يلا يا عم كل اثنين ثلاثه كده ايه يفكروا كده في الاولانيه بتوع الصيانه. بص بتوع الصيانه ياخدوا الصيانه والباقيين ياخدوا الديزاين. يلا يا سيدي. طيب اشرح الاول بس، وانت بتشرح قول لنا ايه اللي موجود عندك وايه اللي مش موجود عندك، وبعد كده اما تخلص ايه الحاجه الزياده بقى عندك لو في حاجه زياده. خد بالك ده المينيمم ريكويرمنتس لو انت هتعمل لك اوديتنج من الايزو، ده المينيمم ريكويرمنت المطلوب في الجوب ديسكريبشن. زيد ما يقلش، خد بالك. اتفضل. ده الكمينترنس بلانر، اولا الفاميلي بتاعتي هي المينترنس ديبارتمنت عموما. جوه المينترنس ديبارتمنت في شركات ان هو مقسمها البلانر لوحده والاون جراوند لوحده والكلام ده كله. فهنتكلم عن المينترنس بلانر. هو بيتكلم كخبره سنه، ده كبلاننج اظن هي ممكن تبقى كفايه، بس هو لازم على ارض الواقع شويه عشان يعرف يعمل بريفنتيف مينترنس. يبقى لازم يكون قاعد سنه على الاقل في الموقع في الصيانه. ازاي هنخطط حاجه؟ ولا بقى تقول لي بقى ده استاذ برمافيرا ولا لا 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 وحسبنا ومال البرمافيرا؟ برمافيرا طول. اه والله يعني تخيل بقى تبقى موقع عملاق وتفوجئ الشاب داون بلانر اصلك هو شاطر برمافيرا. ايوه يا حاج كويس وبعدين؟ بس محسش بالسنس بتاع الاكتيفيتي. يبقى لازم على الاقل سنه او اكتر في الموقع. خدت بالك؟ لعلمك البعض يقول خمس سنين. في شركات بترول زي جابكو وغيره خمس سنين. عشان يبقى مينتنس بلانر. خمس سنين مهندس صيانه ويترقى يبقى ايه؟ مينتنس بلانر. وفي الطيارات تقريبا عندكم كده صح؟ خمس سنين. مع حضرتك. كديسكريبشن هو هنا كاتب ان هو بيعمل السكيدول للبي ام بريفنتيف مينتنس والتغيير الاحجام سواء للتشنج اوفر سواء كبرودكشن لاين او سواء كبروجكت. البادجت ليبر بيشوف هو معاه قد ايه، مثلا السنه دي محطوط لي مثلا هصرف على الصيانه مبلغ وقدره كذا، فانت لازم بتتابع كل ده شهريا عشان اخر السنه تبقى تعرف انك خلاص كيب الليمت بتاع البادجت بتاعك، او لو معاك لسه في البادجت شويه تعرف تجيب حاجات تكفر بيها السنه الجايه تستخدمها. وريليتد كوست سواء للسبير بورت سواء للكلام ده كله.
هياخد بقى الديسكريبشن ويعمل له بريك داون. مش عاوزين 20 صفحه بقى. في واحد وقعد يكسر كده بريك داون 3 4 صفحات وايد نفسه وايد نفسه. يا عم ده مين ايتم؟ مين ايتم؟ ما تشتتش الراجل اللي بيقرا. خد بالك الايزو حريص انها لا تزيد عن 1 بيج وتبقى 1 بيج. 1 بيج مانجمنت. تخيل بقى 1 بيج ايه مقروءه بالفونت المقروء. تخيل انت بقى عملها لنا 5 6 ورقات. ده احنا لو سالنا الراجل جوب ديسكريبشن يما بنعمل فيها اوديتنج بنسال المهندس مصطفى قول لنا ايه مش بنسرع شويه. ايه الجوب ديسكريبشن بتاعتك يا باشمهندس مصطفى؟ تعرف لو ما قالش 80% من الكلام الموجود تبقى كلام نظري من غير ما يبص فيه. نازل لك سايت كده ايه الجوب ديسكريبشن بتاعت حضرتك؟ واحد يقول لك انا بخطط صيانه يبقى مش فاهم بقى الجوب ديسكريبشن. خلاص عرفنا كده ان العنصر ده ايه؟ سقط خلاص في الاوديت. ادوار حضرتك يبقى لازم تتعمل مختصر المفيد فوكس تو ذا بوينت وبقدر الامكان 1 بيج مانجمنت. ماشي كده؟ اتفضل. اقول لحضرتك اللي انا بعمله ولا لما اخلص كله؟ لما تخلص كله. تمام ماشي. في الاكتيفيتيز هو بيعمل هنا الكريتنج والمونترنج بريفنتيف مينتنس. هو اللي بيعمل كريشن للسكيدول دي وبيتابع هل فعلا السكيدول اللي هو حاططها دي بتتنفذ ولا لا لكل الايكويبمنت او الماشين اللي هو شغال عليه. دوكيومنتد ذا داون تايم في اخر كل يوم كده بيبقى في داون تايم لللاين عندك فبتعمل له دوكيومنتيشن عن طريق الدوكيومنتيشن اللي جالك من التيم بتاع البرودكشن او من تيم الصيانه اللي انت بلانر عليهم. برده تغيير الاحجام التشنج اوفر تايم والسيفتي ايشيو هل في اي حصل اي مشاكل سيفتي في اليوم ده او لا. الكوردينيتنج ريبيرز اند ريبليسمنت اوف بارتس الجزء بتاع السبير بارتس والجزء بتاع التعويض بتاع القطع الغيار لانه جزء مهم جدا للبلانر. فكده خلصنا التاسكس والاكتيفيتيز. النولج بتاعتك لازم تبقى انت مشارك في البروسيسنج عارف المكن بتاعك ده شغال ازاي كسرعات ككفاءه ككل الكلام ده. دي بقى النقطه بقى ينفع يخطط شيء ما كنتش فاهمه؟ ينفع يخطط ما يعرفش يعمل جود كوميونيكيشن مع البروسيس مع الماتيريال مع السيفتي؟ ده اللي عاوز يقوله. مش هو دور البلانر انتجريشن ده انا ايه معنى خطه المشروع دوت انتجريشن ما بين كل الاعمال. يبقى لازم يبقى عنده ايه فكر الانتجريشن ده مع حضرتك. برضه نولج في الجزء الميكانيكال عشان بتاع الصيانه ما يضحكش عليه بكل بساطه. جزء الانجنييرنج عموما سواء كنبذات عن الالكتريكال او اليوتيليتيز او كل الكلام ده لازم برضه يبقى عارف عنده لانك ما بتعملش الميكانيكال بس بتعمل تيم الصيانه كله من كل الديبارتمنت بتاعته الالكتريكال والميكانيكال واليوتيليتيز الى اخره يعني. طبعا الانجليش والكمبيوتر سوفت وير هيجي يقول لك بس احنا شغلنا كله بالعربي بس المانوال اللي عندك انجليش كتالوجات اللي عندك التوب مانجمنت صح كده؟ راي ترجمه حرفي ولا هيعمل ايه بالظبط؟ خلاص مش هنتكلم انجليزي. طب المانوال يبقى لازم يبقى الحته دي موجوده. طيب بعدين السكيلز بقى المفروض اللي هي ليه بقى الكمبيوتر بقى والسوفت وير ينفع يخطط بدماغه؟ لا خلي بالك الاكسل ده يعتبر مانوال عشان نبقى متفقين او الحد الادنى من ايه؟ من الكمبيوترايزد. لانك الاكسل ده انت بتصمم حاجه بسيطه لنفسك. ينفع نعمل ماستر بلان اعمل جانت تشارت ونتورك على الاكسل؟ اه ممكن بس مش هيبقى بكفاءه البرمجر. يبقى هنا بيتكلم ايه هنا؟ الكمبيوتر والسوفت وير باكج وخاصه لو الشركه شغاله بيها. الشركه عندها ساب يبقى لازم اويب الساب. الشركه عندها اوراكل اويب اوراكل. اه الشركه هتكبرنا ما قلناش لا بس انا يبقى عندي ايه؟ يبقى عندي خلفيه. خدت بالك حضرتك؟ كمل حضرتك كده. دي النولج المفروض دي اقل نولج المفروض تبقى عندك عشان تبقى مينتنس بلانر. كسكيلز ليدر شيب كوميونيكيشن نيجوشيشن كل ده انت هتحتاجه عشان تعرف سوفت سكيلز بقى كلها. سقط منهم حاجه بقى كده وخد بالك ده مش كلام. ده الراجل هيتاكد من الكلام دوت. خد بالك ايه السوفت سكيلز بقى اول حاجه؟ ايه ده الراجل بلانر. ليدر شيب يعني ازاي يتعامل مع تيم وورك؟ ازاي يتعامل مع مجموعات عمل مختلفه؟ ده ما فيش اكتر من المجموعات اللي هو يتعامل معاها. خد بالك؟ وهكذا.
خلصنا السوفت سكيلز. تمام. الابيليتيز. ايه الفرق بقى ما بين السكيلز والابيليتيز؟ انا ممكن يبقى عندي سوفت سكيلز عاليه جدا بس عندي قدرات محدوده، ما اقدرش اشتغل اندر بريشر، ما اقدرش اشتغل اندر ستريس، ما اقدرش. طبيعه شغلنا فيها ضغوط، فيها كذا، يبقى فرق ما بين الاثنين. هيجي الابيليتيز ايه هنا؟ قال لك الورك اندر بريشر دي اهم حاجه في كمينتنس. دي بريشر ده كل بيتخانق داون تايم عليك، الكل هيتخانق وانت اللي هتظبط الخناقه دي كلها. كل عاوز يامن نفسه، ازاي يا باشمهندس العمره 30 يوم، ازاي يا باشمهندس انت حاططها 10 ايام، ازاي يا باشمهندس 30 يوم بتاع الماتيريال. كله يقول لك زعيق ونرفزه. لازم يكون عندك صبر، وممكن عمليه مفاجاه كده حصل حاجه عن بلان تضطر تبات في الشركه عشان نعملها الصبح. ما تقولش ايه مواعيد العمل، ايه مواعيد العمل دي، خدت بالك؟ وهكذا. مع حضرتك الكنترول بريسيجن، معظم الابيليتيز كلها بتخش في الحته بتاعت بتبقى اكتريتها في الصيانه. هل هتعرف تتعامل ولا لا كفاينانشال، كمشتريات، كورك اندر بريشر؟ دي اهم حاجه المفروض موجوده في المينتنس. وهجيبها اقول لكم مثلا انا بالنسبه لي مثلا ايه اللي حصل. كبالنسبه لي ايه اللي حصل كديسكريبشن، هنزود فول بريفنتيف مينتنس، الاتونوموس مينتنس اللي هي الديلي والحاجات دي كلها، دي برضه انا مسؤول عنها. التشينج اوفر بالسبير بارت، انت بتطلب السبير بارت بتاعتك، لا دي خليها في التاسكس، صح كده؟ خليها في التاسكس. ده الفرق في الديسكريبشن بس، يعني مفيش حاجه انا مزودها. وتقريبا اللي انت قلته موجود ضمنيا، بس انت عاوز ايه؟ تعمل عليه ستريس. ماشي تمام. التاسكس هزود عليها انك هتشتغل بالتي بي ام، هتطبق نظام التي بي ام عندك. التي بي ام ده توتال برودكتيف مينتنس، توتال برودكتيف، في توتال برودكتيف مينتنس، في ريلابيلتي سنتر مينتنس. يبقى هو هنا سبيسيفيك، يمكن انا حريص احط حاجه جينيريك شويه. هو هنا هيبقى سبيسيفيك بقى، زي مثلا السوفت وير عنده اوراكل، يبقى لازم ايه حضرتك يبقى النولج هنا تبقى ايه، مش هيبقى سوفت وير عامه بقى، لازم يقول لي اوراكل. التاسكس تاني طبعا التي بي ام داخل فيها الجزء بتاع الفايف اس بتاعك اللي هتطبقه في الورشه والكلام ده كله. الفايف اس ده الفيجوال كنترول، فيجوال كنترول اسلوب ياباني كواليتي بقى، الناس اللي خدوا كواليتي اسلوب كده، ازاي تعمل اورجنايزيشن، ازاي تعمل هاوس كيم، ازاي تعمل تخلي كل اعمالك فيجوال منظمه مترتبه، خمس خطوات كل خطوه بتبدا بحرف اس، خدت بالك؟ لدرجه تحول الرموز الياباني الى رموز انجليزي. يعني اول حاجه سيت الاوردر بقى وهكذا بقى، مش هتمشي. اخر حاجه تبقى سستين او سيفتي، خدت بالك؟ قالوا 5 اس دلوقتي ايه 6 و7 وهكذا. تخيل بقى ان واحد هيجي يبقى هو جوكر والشركه شغاله بالفكر ده وما عندوش هذا الفكر، يبقى نضيف، خدت بالك؟ مور سبيسيفيك. زياده برضه بيتعمل عندنا مش الدوكيومنتنج بس للداون تايم، نعمل داون تايم اناليسيز من روت كوز اناليسيز من كل الكلام ده كله عشان تعرف تبريفنت ان الكلام ده يحصل تاني. فاهم تعرف لو كتب في جوب ديسكريبشن روت كوز اناليسيز يبقى اي سي ام ورك اوردر، عارفين السي ام ورك اوردر ولا لا؟ اللي هو الكوركتيف مينتنس ورك اوردر ان بلاند، يعني فيلير، يعني لازم يعمل له روت كوز في الاناليسيز. في شركة يقول لك الإنتاج بتاعنا مش خطر، خليها إيه تبقى لكفاءته، بس بتتكلم على طيارة، بتتكلم على جاز باب لاين، بتتكلم على كومبريسور، بتتكلم أنا تلاقي استنى، ده إحنا لازم لكل كبيرة وصغيرة نعملها إيه؟ روت كوز أناليسيس. يبقى لو كاتبها هنا بقى إلزامي على البلانر بالتعاون مع الورك اللي هيشتغل، مع التيم اللي هيشتغل. الجزء الثاني امبروفمنت للماشين، الافشنسي بتاعت الماشين، هل هو فعلا مثلا عندي مثلا الماشين دي بتشتغل مثلا 250 كام بير منت، هل انا فعلا ماشي
بالريد ده او لا او ايه اللي بيخلينا ننزل عنده. فلازم برضو كدونر انك دي داخل عندنا في واحد فاول تاسك في المونترين بريفنتيف مينتنس مقصود البريفنتيف مينتنس بروك كامل يعني كم كان بروفمنت لا يمنع اضيف النوليدج ممكن ما يضافش حاجه بالنسبه لي تعمل بروسيسنج بس هتبقى سبيسيفيك ايه نوع السوفت وير اللي انت بتشغله. لو انت تقصد الاكسل والوا خلاص يبقى ده سوفت وير. سوفت وير معين يبقى لازم تكون محدده. انا اجيب بلانر لمشروع ما اقولش سوفت وير اقول لا برمافير يبقى ايه مايكروسوفت على حسب ما انا طبيعه ايه ماتشو تمام. لازم تقول على النيجوشيشن بس بصفتك ان انت يعني انت بتكتب كميه كلمات هو النيجوشيشن جزء من الكوميونيكيشن عشان بس ياخد بالك. النيجوشيشن جزء من الكوميونيكيشن بس لا يمنع اقول نيجوشيش الراجل هيتفاوض مع الناس كلها تمام. الابيليتيز فانت هتبات في الشركه هتبات في الشركه لازم تبقى عامل حسابك كده ان ما تقولش قانون العمل مفيش قانون عمل اخر الرقم انا في شغلانه ما فيهاش قانون عمل قبلت تشتغلها ده مستقبل شركه ماشي هي كده هي مش دايما بس في حاجات معينه تخيل كده انا تيم بتاع صيانه ومسك جزء ولازم الجزء ده اخلصه وعشان اخلصه لازم اعمل 3 ساعات زياده ما انا لو سبته ما خلاص باص لا اقعد 3 ساعات زياده اقعد 5 ساعات زياده الشركه تعوضني تعمل لي موتيفيشن بروجرام بس ما تقولش لا ده قد شغلكم. في مناصب معينه ما ينفعش الراجل الفني ماشي ودورك انك انت ازاي تحفزه اما انت لا انت المهندس انت ليدر فما ينفعش انت ايه ده كده على قد فلوسك ماشي. اشكرك يا مصطفى تسلم تمام يا جماعه يبقى يزيد ما ينفعش. طيب ناخد المثال الثاني لسه 5 دقايق معلش عايزين زميل ديزاين اتفضل. بالنسبه لي الديجيتال ديسكريبشن هو الجزء اللي كلوز ديسكريبشن بلس بريفنس بلس تاني بالنسبه لي يعني على مفهومي انا الجوب ديسكريبشن هو الجزء اللي في نص الديسكريبشن والتاسك اكتيفيتيز وريبورتنج لمين ومين ريبورتنج ليه يعني الفورمه دي كلها بتهيألي تبقى اكتر يعني اعلان او جوب ريكوايرمنت لحاجه عشان كده قلنا دي مينيمم ريكوايرمنتس تزود عليها تزود عليها ريبورتنج تزود بس انا اقصد ان دي الاشمل دي ريكوايرمنت دي جوب ريكوايرمنت الجوب ديسكريبشن جوه الجوب ريكوايرمنت يعني تحت دي بتبقى مينلي يعني الكابابيلتيز بتاعت الشخص اللي هيخش في الجوب دي فدي مش بالضروره تكون مكتوبه في الجوب ديسكريبشن يعني وجهه نظر بس لا يمنع شركه يعني ايه لا يمنع يعني لو حد شغال اوريدي في شغلانه وانا بعد هو شغال في شركه يعني مثلا هيشتغل في مكان ما هيشتغل مثلا ميكانيكال انجينير انا بقول الجوب ديسكريبشن بتاعتك انت هتبقى ريبورتنج لفلان تحتيه هي يفضل تبقى موجوده ليه؟ انا معاك يفضل تبقى موجوده ليه؟ عشان لما اجي اعمل له ادفانس تريننج بروجرام اشوف ايه النقص اللي عنده. ده دي الحاجات اللي لازم مش معناها توفرت فيه. لازم الحاجات اللي تتوفر فيه عشان يقوم بالجوب دي بالكواليتي المطلوبه. جيت انا بقى ايه من خلال تعامله معايا عرفت ان هو الكوميونيكيشن عنده فيها مشكله. يبقى انا لازم انا المسؤول هنا عشان اعمل له ايه؟ كريكوايرمنت. ممكن يعني بتختلف شويه يعني تبقى وجهه يعني ايه لمسات شركه. معلش هو قصدي باشمهندس حضرتك احنا الموضوع كله بصراحه احنا بقول الجوب ديسكريبشن عشان اقدر يعني ايدنتيفاي الجوب ديسكريبشن دي في الاورجنايزيشن تمام الاورجنايزيشن لكن انا لو دخلت في السكيلز والنوليدج والابيليتيز والحاجات دي كلها دي كابيليتيز في الشخص نفسه. لكن انا لما اجي اوصفه كجوب سكريبشن يعني انسيرت جوب سكريبشن في تشارت او في اورجانيزيشن ستراكشر لا ما بكتبش انا التفاصيل. هتكتب ايه بقى؟ هكتب الجوب سكريبشن. تختار ايه من هنا تكتبه؟ جوب سكريبشن عباره عن ريسبونسبيلتيز واوثيورتيز. تمام. حضرتك هتبقى مسؤول عن كذا وحضرتك الاوثيورتيز بتاعتك كذا. لكن لقيت التفاصيل الشخص عباره عن ايه؟ الكلام ده كله ده اتش ار ديسكريبشن عشان زي ما حضرتك بتقول بعد كده ده للشخص نفسه لكن مش جوه الاستراكشر يعني مش جوه الاستراكشر يمكن عشان حضرتك بتتكلم على بروجكت
لا يمكن احنا بنتكلم جينيرال حضرتك. لا مش جينيرال. بص هتلاقينا حضرتك مش عارف في سلايد قبليها او بعديها قايل لك الفرق ما بينهم. بس دي نقول ايه المين اوتلاينز. لا ما هو برضه احنا بنتكلم على جوب ديسكريبشن يخص الاستراكشر. تمام. لكن ده دي ريكويزيشن فورم بتاعت الكلام ملهاش علاقه بان انا الديسكريبشن اللي هحطه للجوب دي جوه الاستراكشر. لا ما بتكلمش فيه كونكراوند. دي وجهه نظر. ليه؟ ادخل حضرتك على النت هتلاقي شركات كبيره واخده دول وحتى اكتر كمان. مش جوه الاستراكشر. الاكزامبل ريكويزيشن فورم. لما احط الاورجانيزيشن استراكشر واحط جوب ديسكريبشن جوه الاورجانيزيشن ده مش بكتب الكلام. حتى لو شركه كبيره. لا ده يعني مش بكتب ان الراجل لازم يبقى عنده ليدر شيب وعنده 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 ابيليتي. لا ما بيتحطش في الاستراكشر ده خالص. دي بتبقى كابيليتي بتتحط في الاتش ار ديسكريبشن ريكويزيشن فورم يعني انت كده افترضت كده ان احنا عندنا اتش هيومن ريسورس ديبارتمنت بروفيشنال. لا احنا برضه صح كده؟ حاجه اكاديميك انا ما ماليش دعوه. تمام. احنا يهمنا المعلومه تبقى موجوده. بقت موجوده فين بقى؟ ده موضوع تاني. موضوع تنظيم. هو في الغالب اقول لك باشمهندس ان الفورم دي تستخدم في حاله ان انا بعمل هايرنج لحد. تمام. انا فاهم. لو بعمل ابوينتمنت داخل يعني انا لو عندي واحد موجود ما عملوش ديت. لو واحد موجود انا مش معترض معاه. انا بايده. انا بايده على حسب الايه السبيسيفيك ديبارتمنت اللي احنا فيه. بس ان جنرال الكلام ده يمشي. جزء بقى موجود فين وجزء ادخل بقى على النت تلاقي اكتر من كده بكتير. خدت بال حضرتك؟ يعني دي ايه اللي انا اقدر اقوله لك. لو 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 هيحصل لك كواليتي اوديتنج لازم المينيمم ده يبقى موجود عندك. موجود فين بقى؟ ده موضوع اتوزع فين؟ ده موضوع تاني. بقى موجود في الاتش ار، موجود في الديبارتمنت. بس لازم انا كانجينير كريسبونسبل انجينير يبقى الصوره دي كلها عندي. مش في الهايرنج بس. بس على مسمى. المسمى بس يعني؟ الصوره دي مظبوطه لازم تكون موجوده. يعني انا ممكن اسميها جوب كواليفيكيشن مثلا او. تمام مفيش مشكله. تمام. الديسكربشن هي يعني الشغلانه بتاعت الشخص نفسه بيعمل ايه بالظبط؟ ويعني تقسيمه وظيفته. تمام. مش يعني مش امكانياته يعني. تمام. ما تمشي خلاص. تمام كده مفيش مشكله. طيب عاوزين بقى زميل بقى ياخدها لنا الان في الديزاين. ها شفنا كده المنترس. عاوزين زميل بقى بتاع ديزاين عشان بعد كده ان شاء الله نبدا بقى نطبق ده. ولا يمنع تعدل فيها. لا يمنع تعدل فيها. يعني احنا بنقول لك دي ايه؟ ده المين اليمنتس. زودت بقى نقصت يعني ايه بتبقى برضه خريطه الطريق اللي انت بتمشي عليه. احنا الكورس كله يا جماعه بيتكلم على سيستمز. وخد بالك راعي ان الكورس بيخاطب جميع التخصصات بجميع السكيلز. فهمتني؟ يعني بنخاطب الشركه الكبيره قوي والشركه الصغيره قوي. بنخاطب الزميل اللي لسه متخرج وهيتعين في شركه والزميل اللي بقاله 30 سنه في الشركه. بنخاطب المجالات. بنخاطب. فعشان كده ده يخليك ايه حضرتك؟ بتبقى فوكس على خارطه الطريق اللي جمع الكل. اكيد كل شركه بتتميز بشيء عن الشركه الثانيه. كل مجال بيتميز بشيء عن المجال الثاني. بس انت بتبص هنا على الحاجه الكومن. ايه الكومن استراتيجي اللي ممكن تمشي مع اي مع اي زميل مهندس فاضل. ماشي كده. طيب نشوف الديزاين بقى كده. حد بقى من بتوع الديزاين؟ احنا عندنا 7-8 ديزاين انجينير. يلا عاوز هنا ديزاين مانجر كمان. ها معقوله ناخد حد غير الديزاين؟ طب حد غير الديزاين خلاص. يا مصطفى هنعملها بس على سكيل ديزاين يا مصطفى. صح كده هنعملها على سكيل ديزاين انجينير وبالنسبه للشركه عندنا. طيب اشرح لنا الاول دي فهمت منها ايه وبعد كده قول لنا ايه اللي موجود في شركتك
وموجود يا جماعه مش معناه موجود، اللي انت شايف يتناسب مع شغلك. يعني خدنا خدت السكريبت او التمبلت اللي كان فاضي ومليته على قد ما السرعه الواضحه. فاحنا الجوب فاميلي اخترتها ان هي تكون الكتريكال ديزاين مانجمنت، الجوب تايتل هو على اساس بيعمل كنترول بالانس، ده شغل كنترول بالانس كهرباء. الجوب تايتل هتبقى ديزاين انجينير، الاديوكيشن هيبقى فاكولتي اوف انجينيرنج الكتريكال ديبارتمنت، experience هتبقى 2 years or more. description هتبقى designing electrical panels low voltage scale. تمام. التاسكس بالنسبه لي او بالنسبه للديزاين انجينير هو بي ديزاين اند تيوز ذا سيوتبل كومبوننت اوف انكلوجر وايرنج فور اللو فولتج بانلز اللي هيصممها. هو الراجل ده بيختار كومبوننت اني سيوتبل كومبوننت هتناسب الفانكشن اللي طالبها العميل ده، بيختار الانكلوجر اللي هيناسب المكان اللي هيتحط فيها البانل دي، بيختار طبعا الوايرنج اللي بيناسب الكومبوننت وبيناسب طلبات العميل. طب هو اقل نوليدج مطلوبه بالنسبه للديزاين انجينير عندنا هو طبعا يكون يعني درجه الالكتريكال انجينيرنج بتاعته، ده بيبقى حاجه عامه. بعد كده احنا عندنا احنا باني البيلدر لشنايدر، فبنبقى محتاجين ان هو يكون على معرفه بالمذر كامباني ستاندرد. عندنا شنايدر بتنزل مانيوالز بتنزل ستاندرد دي ليها خاص بيها. احنا كل الديزاينرز او معظمهم بيشتغلوا بالاوتوكاد، فاحنا في النولج حاطين الاوتوكاد برضه. طب السكيلز بتاعتنا ايه؟ طبعا اي شركه مهما كان السكيل بتاعها في كذا ديبارتمنت، منها الديزاين منها البرودكشن منها الكواليتي منها في كذا حاجه، كلهم هيتعاملوا مع بعض. فطبعا اخترنا الكوميونيكيشن واخترنا الاكتيف ليرنينج، لان الراجل ممكن يكون جاي ما عندوش خبره بالديزاين او باللو فولتج بانلز ديزاين، فلازم يكون بيتعلم بسرعه. وطبعا الكمبيوتر سكيلز لان هو مينلي شغله على الكمبيوتر. طب الابيليتيز بالنسبه لنا ايه؟ احنا ممكن ناخد بروجكت مثلا مع الجيش، الجيش بيبقى كل شغله فاست تراك وبنحتاج ان احنا ورك اندر ستريس، واكيد البروبلم سنسيتيفيتي. ده بالنسبه للديزاين. ده كده يا جماعه اشكرك يا مستر. اتمنى كده الجزء انا خلصت خلاص. اتمنى كده الجزء ده حضرتك ان شاء الله المره الجايه هنشرح ايه الاستابيليتي ماتريكس، بس لازم الاول نخلص ايه الاورجنايزيشن ستراكشر. امهد الاول الاستابيليتي ماتريكس، ادي الاورجنايزيشن ستراكشر بتاعي، وادي المين ايتم اللي انا هعملها او الورك بريك داون ستراكشر اللي هو مشروع. يبقى مين مسؤول عن ايه؟ مفيش ريسبونسابل وزود تاسك، ومفيش تاسك وزود ريسبونسر، الا بتبقى انت مفصل اكتر من اللازم. ماشي، ده ان شاء الله المحاضره الجايه، بس هتتكلموا بقى كل مجموعه.